بريكسل 12 ديال الليل، يلا طاح الريدو بربعة ديال السوايع، وديجا الصوت ديال الطونوبيلات البوليس مصدع الدنيا. غيوغ سكوت من أقوى البلايص في العاصمة، الكارتي ديال المكابيت والفيترينات. مع 12 و 15 دقيقة تيلاو ثلاثة القرطاسات موحد القلوك. نعسو ديريكتو مولار، واحد الألباني فيه جوج مترو ديال الطول، كان واحد من بزاف ديال الألبانيين اللي تيحرشو على الدريات تماك، تيجيبوهم من العروبية ديال رومانيا وتبيعوهم الوام، وتلقاو راسهم في الترطوارات تاع بروكسل. تجي البنت مسكينة عندها 20 عام وبزاف ديال الأحلام، ناوية تخدم على عامين ولا 3 سنين باش تهز والديها وتصوفي دارهم، وتتلقى راسها ضاربة 15 عام ديال السربيس وفلوسها كاملين مشاو بين البزنازة والألباني اللي خدام بها. ملي تتوصل 35 عام ما تزوجش، كانت مغلبة في بروكسل العاصمة ديال اللورو، تتبان فحالها خدمت شي 40 عام فشي منجم ديال الفضة في سيراليون، سنان كحلين بالدوزات ولوجاو الفورمات بيريما وسالات الصلاحية ديالهم. سبونسور ديال الفيديو الاخوان غيكون هو وانيكسبات. وانيكسبات واحد لابلاتفورم تتخليك تراه على الفروق المفضلة ديالك ولا الفروق اللي تتبعها، وكل شيء بالتليفون. وانيكسبات زادت واحد الخاصية جديدة في لابلاتفورم ديالها، هما الالعاب ديال الكازينوات. الا كان تيهمك الامر ودخلتي الكازينو راه تعطيو بزاف ديال البونيسات. الا دخلتي بالكود برومو ديالي اللي هو بيا 23 غادي تاخذ بونيس فيه 3900 درهم، ويعطوك 30 سبين فابور للعتي في الالعاب ديالهم ديال الكازينو. الاخوان غادي نخلي لكم كلشي في اول تعليق، وحد سعيد للجميع، ورجعوا للقصة ديالنا ديال الوجه. هذيك الليله نزل الغضب على داك الكارتي ديال ارسكوت، كان ديجا لا غريف ديال الناس البلديه، وبقاو السيكان ديال الزبل مليوحين 3 ايام اللي داي السكران تيبوط شي ساك، والزبل تشتت في داك الشارع كامل، وطالبولات كانوا ديما محروقين تيهرسوهم باش الكاميرات البوليس ميفيلمي والو، والزنقه كامله كانت حمراء مضويه غير بلينيون ديال الفيترينات، قمه ديال العابات، القحاب والظلام وريحه الخنز. والباني فيه جوج متر وشبعان اونترينمو مليوح الارض فحال شي بهيمه، يلا ذبحوها وغارقه في دمها. وقف الطونوبيل انا وفيكتور ويلا بغيت نحط الكلوك تحت الموطو، وما يدوزو قدامنا ثلاثه ديال الطونوبيلات البوليس طارقين لي سيران ديالهم ووقفوا في وسط الشارع. قال لي فيكتور الدنيا محنشه مزيانه هاد الليله، من الاحسن نخليو الدوزان في البواطاكو ورجعوا لي ملي تكالم القضيه واحد شويه. الفيترينا اللي كنا قاصدينها سميتها امنيزيا، خدامين فيها اربعه ديال الدريات، من البعيد تيبانو فحال دي توب موديل، وكل ما تتقرب تيبانو علامات البؤس والحزن، واخا مبيضين كلهم سنانهم وضاحكين، الشبح ديال الدل والقهره غالب على داك الفون دو تان اللي داني فوجهم. هذيك الفيترينا كان شاده الباني تعيطو لي فالكون، من الحرات الكبار ديال غيوغ سكوت والاب الروحي ديال ولاد القحاب، جاب ناس بلادو كاملين لهاد الشارع، ما تيعرف لا فاميلا لا صحاب، اللي طاحت بين يدي ما تيعرفوهاش والديها ملي ترجعوها لبلادها. ملي وصلنا لقينا مليوح في الارض فحال شكل ودايرين بيه البوليس، لي زانسبكتور عيو ميسولو الناس حيت الكاميرات كانوا مهرسين ولا ما صوروا والو في هذيك الظلمه، وفي هذيك الجوقه تسمع لغات الفقره الرومانيه الالبانيه وشويه ديال الروسيه، عيو ميسولو في هذوك عباد الله وما داو معاهم حتى شي جمله مفيده. المكابيت كلهم اللي كانوا تماك كانوا مجوجين وخايفين على راسهم من الشوهه، وتا الدريات اللي خدامين في الفيترينات النص ديالهم ما عندوش الوراق وما باغيش يدخلوا في مشاكل كبيره عليهم. بقينا تنشوفوا فهاداك المنظر معجبين، هذاك فالكون جاب الجاكبوت تكتبوا عليه جوج موتات في ليله واحده، كنا جايين باش نبردو انا وفيكتور، ولكن سبقنا ليه هذاك الروماني على ما تيقولوا جاتو الخبر من بوخارست بلا شي الباني خدام ليه بختو في الفيترينات تاع بروكسل، هز عليه الطياره وجا قرطصو قدام عباد الله وخدا تصويره تذكاريه قدام لا كرون بلاص، ورجع في نفس الطياره اللي جابته، دار حجه وزياره ودا مع اختو في يديه
أنا وفيكتور ما كناش جايين باش نغسلو شعاره. هذاك السيد اللي مات عمره ما شفناه. البوس اللي مأجرنا قال واحد سميتو فالكون خاصو يموت هاد الليلة. خدينا تصويرة وانفولوب وديمارينا الطونوبيلة. بزاف ديال الناس حال فالكون تيموتو كل نهار وما تيتوحشهم حتى شي واحد. سميتهم تتنسى مباشرة من بعد الصوت ديال القرطاسة. بقينا واقفين شي 10 ديال الدقائق على ما تجي لومبيلونس وتفرق هذيك الجوغة. ومن بعد رجع الهدوء في هذاك الكارتي بحال ما طرا والو. الدريات رجعوا لخدمتهم والكليان ملصقين وجوهم على الفيترينات. دخلت انا وفيكتور لهاديك امنيزيا ومن الشوفه الاولى عرفتنا الباترونه بلا ماشي كليان. قالت لنا راه دوينه مع البوليس. جلسها فيكتور فوق واحد الكرسي وشديت واحده اخرى من دراعها فحال شي دجاجه. جبت لها التصويره ديال فالكون. قلت لها واش هذا هو اللي كان مليوح في الخارج؟ جاوبتني مسكينه مخلوعه. كانت يسحب لها جابوا لها شي حراد جديد باش يرومبلاسي فالكون. قالت لي هذاك هو الباترون ديالي، خدمت معاه 3 سنين وخلص الكريدي اللي عليا كامل وخلصته بالزايد وما بغيتش باترون جديد. طلقت لها من دراعها ولحت لها 100 اورو فوق الطابله ورجعنا انا وفيكتور للطوموبيله نعطيو المفيد للبوس. مرحلونس ديال الصباح صيفطت ميساج قلت لها جينا معطلين، الكليان تكلفوا بينا اخرين على ما تبان لي افير عائليه وبعيده على البيزنس ديال فالكون. جاوبنا رجعوا عندي للكيجي، عندي لي كوميسيون اخرى. في المافيا ديال العالم كامل كاينين لي بوس لي سولدا ولي زاسوسي، ولكن انا وعشيري فيكتور خدامين راسنا دي زانديبوندو لي تيجبد الباكيه تيولي البوس ديالنا. ولكن فاتك لافير اللي مخلصنا عليها ما عندناش مع داك لي كود ديال المافيا. تهز قرطاسة ولا تمشي للحبس على قبل كابو باش ما طيحش كلمتو للأرض. حنا اللي تيجبد الرولو ديال بو 500 تنخدمو معاه بإخلاص وأمانة وديما الخدمة النقية ما تابعة لا بوليس لا بصمات لا شهود. البوس ديالنا فهاد لافير سميتو فيتشينزو، تيعيطو عليه فيتشينزو لوفو. دوش شي 3 سنين في سبيطار ديال الحمار باش ما يدوش الحبس. الموتيف ديالو فحال تتفرج في شي فيلم. كانوا خبطوا شي جوج ايرانيين في 3 كيلو ديال البيضه، منين شدهم سد عليهم جوج في لاكاب ديالو وخلاهم 48 يوم تيلوح لهم نص تفاحه كل 3 ايام. با يشوفهم تتعذبوا تيموتوا كل دقيقه. نهار خرجوا من البوليس من هذيك لاكاب كانوا محنطين بحال شي مومياء، الجلد على العظم وما فيهمش ريحه الجيفه. دار لهم الخدمه ديال الفراعنه. الا ما تعاودوا في المحكمه بغا يدير لهم جنينه. ودوز الدكاكه على لي بسيكاتر كاملين اللي خدموا على الدوسي وفي ليفالواسيون بسيكاتريك قالوا بلا ما كاش مسؤول على الافعال ديالو، ما يصلحش للحبس، خاصو يداوى في مصحه نفسيه. من بعد 3 سنين خرج من سبيطار الحمار، وكل مره ملي كان تيسكر تعاود هاد القصه لصحابو والناس اللي دايرين به وكلشي تيتفرقع بالضحك. ما كاش عارف بلا حتى شي واحد ما داس عليه الدكاكه وكان مسطي ديال بصح يقدر يقتلو ويعذب بدون تعنيب ضمير. فاشي دري صغير عنده 5 سنين شاد بزاف ديال الدبان وخاشهم في صندوق الوقيت وباغي يدير بهم شي تجربه شيطانيه. خلاصه القول، الباترون ديالنا كان مسطي. أربعة ديال الصباح كنا عند فيتشيزو في البار ديالو، كان جالس بوحدو في واحد الطبله. سبعاتو كانوا بيضين ورقاق، واز واحد الكاس ديال الفودكا بين عمرو ما ضربو تمارة وتعرفو يحسبوها الفلوس. ملي جلسنا كانت واحد الدرية زوينة تتمصي اللي ظهرو عنقو، شافها وغبرات فحال شي جارية. مشات جيت الكوزينة بدات تطرق علينا دوك الصبيعات بحال باغي يقول لنا شي حاجة مهمة. بين راوي هاد اللقطة على شي فيلم ديال الخمسينات ديال شي كونكستر يلاه تفرج فيه البارح. الحركات ديالو كانت باقا طرية ما فيهاش الاكسبيريونس بزاف. قال لنا تخلصتوا على خدمه ما درتوهاش، وانا ملي تخرج فلوس تدخل في كونطابيليتي ما ترجعهاش عاوتاني لاكيس، ولكن عندي لي كوميسيون اخرى هاد المره ديروها فابور حيت عندها علاقه مع داك القوات ديال فالكون. ما كناش باغينو غير يموت، كان خاصنا شويه ديال الشعر ديالو باش يتلاح في واحد لاسين دو كريم. يلا خدامي فيها دابا الناس ديالنا.
باترون كبير في هولندا، الجثة ديالو تلاح في واحد الكراج هاد الليلة في كيفان برات. بغينا البوليس سيونتيفيك ديال بروكسل يزلقو في لابيس ديال فالكون. لونكيت داهم حتى الفيترين ديال الامنيزيا وايت الدوسي تماك. فالكون مات والشهادة ديالو ما مقبولاش، ولكن بغينا الشعر ديالو يهضر في بلاصتو. فلامور كلاس صيفطكم لعاب خدام فيها مغربي ولد بلادكم، شوفوا كيفاش ديروا معاه باش يدخلكم تاخذوا شويه ديال الشعر. هز هذاك الكاس ديال الفودكا وبقى تيضحك بحال شي مسطي، قال لنا جوج زغبات ما تخسروش لي الكويبا. فيتشينزو كان اسامة بينا ما عرفناش مزيان، اول مره غادي نخدموا معاه. قلت ليه الا بغيتي خدمتك دار فهاد 16 ساعه اللي جايه خاصك تخلص وجبد عاوتاني الرولو. من شي واحد تيدخل حشمال دار القحاب وتتخلص القوادة، دار ولا ما دارش لداخل ما ترجعوش لي فلوسو. لافير الاولى تخلصنا فيها وماتت، دابا حنا في بيزنس جديد. ما عجبوش الكلام ودور راسو للكونطواتي فتفت فحال شي فروج. كانوا جالسين تماك واحد جوج فراخ سيفري وجوهم ديال الحبس، ولكن ضربهم سوء التغذية. ناض فيكتور من الطبلة وما يتزعزعو الكيسان اللي كانوا معلقين في الكونطوار، ويزيد فيتشينزو باش يكلم القضية. خرج من هذاك الفيلم ديال الخمسينات اللي كان لاعب في راسو، وفهم بلا لا تضرب شي واحد من الناس ديالو هذاك الصباح عمره ما يكسب صحته. القباري ديال عشيري فيكتور ما كانش عادي، من غير لي كوميكس ديال مارفيل و ايرون مان ما تشوفوش فشي بلاصة اخرى. ناد فيتشينزو وقاد الكرافاتة ديالو بهذوك الصبيعات وتحرك تل الباب ديال البار. دار عند هذوك جوج فراخ اللي كانوا في الكونطوار، قال لهم خلصوا بهذاك الثمن اللي بغاو، وشاف فينا ضحك قالنا جوج زغبات ما تحيدوش لي القصه كامله. وصلوا واحد جوج لطوروبيلتهم تيضحك بوحدو فحال شي مسطي فحال ما طرا والو. المغربي اللي كان خدام في لامورك كان سميتو سعيد، وعمرو ما شاف شي نار سعيد. كان من هذوك لي سماكس اللي دخلوا لبلجيكا في 2010، ومن شد الوراق كبتها كريديات مع البنكات ودخلوا في هذاك السيستم ديال الكابيتاليزم ديال بصح. ولا غير تيدخلوا سالير في اول الشهر تتبقى لي 18 اورو الكرا والما والضو وربعه ديال الكريديات وكارت فيزا طاحن فيها 10000 اورو. الفلوس كامله مشات لي في الكباريات والقصايد، وزيد عليها داكشي اللي تصيفط للنيفو كل نهار. الخدمه ديالو كان عساس في لامور ديال الاتربيك، تيبدا السيرفيس مع السبعة د العشيه وتيسالي مع السا ديال الصباح 3 ايام في السيمانه، ولو غيس كامل تيضربو طاسه وقصايد. صراحه صاحبنا كان امتحان سهل، جبد ليها خمسه الورقات يقطع لك الرجل اليسريه ديال فالكون ماشي جوج زغبات. وقفنا الطوموبيله مع السا ديال العشيه قبل ما يبدا السيرفيس ديالو، بغينا نشقمو في الزنقه حيت لامور كانت كلها كاميرات. ومع جوي السبعة لاروب هو يوصل صاحبنا للخدمه. الفران ديال الخرشاشه اللي كان راكب فيها صدع الشارع كامل، لي بلاكيت دو فران كانوا الحديد على الحديد. نزل واحد الجولف 3 الوحيده اللي باقا تدور في بروكسل، كان نازل تيترنح في جنابه بين ما مصفيش ودير شي حاجه وخايف يوقف عليه شي واحد. يلا بغينا ننزلو من الطوموبيله وما يسبقونا ليه واحد جوج عراض دخلوه في واحد القنيته ما شادهاش الكاميرا وشنق عليه واحد فيهم تخرج لي عيني. قبل ما يبداو في التصرفيق والكروشيات وقفنا عليهم انا وفيكتور، قلت لهم هذا صاحبنا محتاجينو هاد الساعه، دابا خاصكم تمشيو تقودوا في حالاتكم. يلا واحد فيهم بغى يهز واحد الحاجب وانا نحل الموطو بشويه، ويضرب لي الشعاع ديال البريطه 92 اس 9 ملم كلهم كرومي. هذوك الجوج كانوا صحاح من الفوق، ولكن التوامل التحتانيين ديالو كانوا خاويه اللي مصيفطهم بين جابهم شي صال ديال السبور باش يخلعوا ليه العباد بالفورمه. ملي تكون طايف في الاجرام
تيتعبر لك بنادم بالزربة. عرفنا تحت الصمتة ديالهم كاين البروتين ولا شي براوات ديال التعراض، خاطيهم تا فيروسيد ديال الزنقة. شافونا جايين من البعيد وخلاونا نوفو عليهم، تيسحاب لهم المشاكل ديال الزنقة تتحل بالعروضية ديال الدار ولا لطاي ديال التريسيبس. من اجا طيح مع شي نسر ديال بصح من صورة ديال الزنقة، فورما ولا بلا فورما ما تيخليكش توقف عليه، تيبراك عليك 45 من البعيد، ما تيخليش لك الوقت باش تشوف واش عنده شي حبوبه في وجهه. قال لهم فيكتور تقودوا دابا من هنايا، والاول اللي غيدور وجهه عطار لي شخفه من راسو. هذوك جوج فتحين كبار عليهم الماتش وما يتحركوا لطوموبيلاتهم ساكتين، ولكن كانوا ناويين يسلخوا هذاك اللي سيفطهم واللي خشاهم في هذا المشكل الكبير. بقى تيشوف فينا هذاك سعيد وراشم واحد الضحكه ديال الجوكر، عرف راسو ما يتسلخش هذيك الليله وشم فينا ريح حتى مغربيت. قال لنا ما بغيش نعرف شكون نتوما، ولكن اش حب الخاطر واش كاين ما يتقضى. شرحنا ليه فيلم كامل ديال فالكون وقلنا ليه خاصنا جوج وثلاثة الزغبات من راسو قبل ما تجي لابريغاد سيونتيفيك ديال بروكسل. خمسة ديال الدقائق من بعد تشطفوا الكاميرات كاملين وكنا قدام جوتا ديال فالكون. هذاك سعيد هو اللي تكلف بالمهمة، كان عارف شغلو ولا بروسيدور، عقم كل شيء ولبس الليقات والطابلية، ولا فحال شي دكتور مختص في الجراحة ديال القلب، ما جيباش فيه عساس ولا سكيري. دار المهمة ديالو ما خلى حتى شي هانديس، كان عارف هذيك الجوتة تابعين المشاكل وفحوصات ودي زونكيت كبيرة، وفا دار هذاك الشيء اللي عليه ودارو بطريقة احترافية. ملي كنا خارجين هذاك سعيد ما بغاش يتخلص من عندنا، قال لي لكم ما حضرتوش اليوم، كنت نسالها في السبيطار مع هذوك جوج بغا اللي وقفوا عليا قبيله. واخا هكاك حط لي فيكتور 500 اورو في الجيب ديال القميجه، قال لي هذوك الاعراض عمرهم ما غيرجعوا عندك، ولكن تنصحك تبعد على المشاكل. هذوك جوج زغبات ديال فالكون غيفاريو بزاف ديال المشاكل، ديجا غيسدوا واحد لونكيت جوديسيال كبيره، غاديهم في الاول الفيترينات ديال غوي اخسكوت، ومن بعد غيتسد في المشرحه ديال ايتيرباك قدام الجوتة ديال فالكون. الزغب ديالو غيتلاح قدام جوتة اخرى ديال واحد البوانتورة كبيرة في الاجرام حاكمة من الانفيرس الامستردام، عمرنا خدمنا معاه ولكن سميتو مهيبة ولا معاه في الدومين، ما كاينش لي ما تعرفوش. كان سميتو موريتي وكلشي تعيط لي موريتي لوساج، حيت عمرو ما قتل شي واحد باطل، تيدير خدمتو وما تيظلم حتى شي واحد. وصلنا لذاك الكيفان برات وحطينا الطوموبيل بعيدة، والادريسة ديال الكراج كانت تحت واحد لابون، كل درجة تنزلوها ومؤشر كآبة تطلع. هذيك الجهة ديال بروكسل دايرة فحال شي حي صناعي، يامات الربعينات والخمسينات، يامات كان الشاربون اللي خدام، واخا تيكون الجو مشمش ديما تتكون ضاربة واحد الضبابة تماك، السما رمادية ولاصقة مع الأرض. على حساب البلان ديال فيتشينزو غادي ندخلوا لهداك الكراج، غنلقاو موريتي مكسل في الارض مع الناس ديالو، غنلوحو هادوك جوج زغبات حدا الجوتا وسالات الميسيون ديالنا، وتا هادوك اللي دارو الخدمه واخا نتلاقاو معاهم ما عندنا بهم غرض. كلهم الحسابات ضربوا لنا في الزيرو. ملي وصلنا للهونغار لقينا ديكور اخر، كلشي مريح في طابله ومحطوط فوق منا رزامي ديال الفلوس. يلا حطيت يدي على الكواخ وانا نحس بواحد الكانون بارد محطوط ليا في عنقي، كانت اكا 47 سيني ميخائيل كلاشنيكوف شخصيا. ضربت على الطابله كانوا جالسين فيها الناس ديالنا وموريتي وليكيب ديالو مشعولين ثلاثه ديال السيجارات وكلهم الوجوه مراضيه. قال لينا موريتي واش عرفتوني شكون انا، وجاوب فيكتور قال لي انا عرفتك، فايت مسربس 4 سنين في هولندا مع السورينام ديال امستردام وسمعت بيك تماك. قال لينا دابا اللي طلعنا معرفه غنقصر عليكم الطريق، هذاك المسطي ديال فيتشينزو اللي مسافتكم باغي يخرج على بيزنس تتقدر 30 مليار ديال اللورو وماتوا على قبلو بزاف ديال الناس.
هادي الشهرين تسرقات 900 كيلو ديال المزيانة. كلهم اللي شاركوا في البراكاج ديال البور ماتوا قدام الباطو. الوحيد اللي خرج حي من هذاك البراكاج هو فالكون، هرب ودام عا السلعة كاملة. المشكل هو كان تفهم مزيانة في السوق ديال العيالات والتقوى ديت، ولكن ما عندوش مع البيزنس ديالنا. خافوا ما عرف ما يدير بهذاك 900 كيلو، حيت عرفنا عطينا الأوامر والعينين كلهم تبركوا على بروكسل. يتباع فيها كيلو واحد في العاصمة، يوصلوا ليه الناس ديالنا. ما عرف ما يدير ويد ديال فيتشينزو وطلب لي فيها النص ديال الثمن. كان عارفو تيفهم في هاد البيزنس وسهلة بالنسبة ليه، يصرف كمية كبيرة في حال هادي. وتتيما راكم عارفينها، فيتشينزو كرشو كبيرة بغا يلاقي شي معاشي، صيفطكم تبردو فالكون من الفيترينا باش يرفع السلعة كاملة. ولافير تسالي في هاد الكراج بهادوك جوج زغبات اللي جايبين معاكم. جبد من جيبو واحد المكانة قديمة مربوطة مع الجيب الصغير بواحد السلسلة ديال الدب، هذاك الشيء ديال شارلوك هومز. ضرب عليها وقال لنا ديال وقيته، مالك الموت خاصو يدير خدمته. وفهاديك اللحظة خرجو فيتشينزو، خرجو من واحد الباب صغيرة كله دمايات ورابطينو فحال شيشات. يلا بغا يقول لهم واش عارفين اش ديرو، وقالها بلغات الام طاليانية. كان ديما عايش الافلام، تسحب لي راسو فيتو كورليون. باقي ما كملش هاديك بيرلا مور دي ديو ويطلع معاه واحد الفتح باطو كاع عسكريه للوجه. طارت لي درسه بالبلومباج ديالها وتلاحت قدام رجليا، كانت كلها مسوسه وحسن من هنا منا قبل ما يموت. بقاو جرجرينو على وجهو تخرجو من هذاك الكراج وجلسوا على ركابيه قدام الكارنا ديال بروكسل. وقف علينا موريتي قال لنا الباترون ديالكم ما يستاهلش يعيش، من يخلص صحابكم اللي بغاو يقتلوني. قال لهم من يوصلوا صحاب جوج زغبات نعسوهم تاهما مع الهولنديين. كان باغي يلاقي شي معاشي وما يخلي حتى شي تيموان. كان تيهضر معانا وتيشوف الكاليبر ديالي اللي كنت داير في الحزام. قال لي واش فايت مستعملو، وبقيت تنضحك. قلت لي مني تيخرج هذا من بلاصتو عمرو ما ترجع ليها بارد. قال لينا الا بغيتو اللعاقة والخدمة مع باترون كبير خاصكم تبينوا لي هاد الليلة، ما عندناش مع بنادم فايت تخرشيش. تيهضر وتيشوف جهة الكانال وفهم ديريكتو مول الميساج. وقفنا قدام فيتشينزو وبلا ما نفكر جبد الكاليبر وشارجيت. ثلاثة ديال القرطاسات فاروا هذيك الليلة مشكل كبير. كان يخدم البوليس ديال بروكسل كاملة ويموتوا على قبلو بزاف ديال الناس. أول مهمة ديالنا وصلنا ديك السلعة المالية لونفيرس وتكلمات القضية، وتماك تعطونا أوامر جداد. عرفنا راسنا ولينا أوفيسيالمو قتالة ديال المافيا. أي واحد تيدير أونجي سيستم ولا تيدير العصافة الروايدة للبيزنس كيف ما كان تلقى راسو مليوح في شي غابة ولا مسدود عليه في شي كوفر ديال الطونوبيلة محروقة هادي 4 أيام. ستاتي ديالنا نو فيكتور تبدل، مبقيناش دي زانديبوندون، نديرو هداك الشي اللي بغينا. ولينا خدامين في أورغانيزاسيون، ملي تيجيوك الأوامر خاصك ديما تكون حاضر تتأكزيكيوتي لي زورد بلا ما تسولو علاش ولا كيفاش. تدير خدمتك وتدخل لدارك، وبالطريقة كلشي تيحترمك وعمرك ما تكون عندك المشاكل. الموب اللي كنا فيه كان كبير، داير كله بالجاج. هادوك لي باتيمون ديال البيزنس، هادشي 150 موظف وكلهم تيهضرو بثلاثة اللغات الرسمية ديال بلجيكا، الفرنساوية الفلامانية والألمانية. منين تحطات القهوة قالتنا واحد السكرتيرة بواحد الفرنساوية مقرقشة شوية حيت كانت فلامانية، المدير غيستقبلكم هنا نص ساعة والاجتماع ديالو غيسالي مع جوجونس. طات لينا بزاف ديال لي بروشور وكتوبة صغار تيدوا على الاكتيفيتي ديالهم والاعمال الخيريه ديال الشركه. حطاتهم لينا باش نتلفوا بهم الوقت على ما يجي الموعد ديالنا.
حرك فيكتور هذيك القهوة، وما كان فاهم والو. قال لي اش نديرو هنا فوسط الطالونات والكرافاتات. بقيت ساكت وتنشوف هذوك الموظفين، كلشي كان دار قميجات بيضين ومحددين ولاوين عليهم كرافاتات كحلين. كلهم كانوا تيتشابوا بحال حاكمهم شي باترون جاي من لاكوري دي نور ومخرج لهم لبسه رسميه للخدمه. حتى من النظر ديالهم كلهم كانوا تيتشابوا بحال عندهم نفس الطبيب ديال العينين. كانوا من النوع ديال الموظفين اللي بان عليهم من وجوههم الانضباط، تيخدموا 8 السوايع وعمر ما تمرض فيهم شي واحد، وتالي زابو تيتخلصوا قبل من الميعاد وقبل ما توصلهم الورقه للدار. كنا انا وفيكتور جالسين تماك فحال جايين نمشي عالم اخر، ولا بعباره اخرى فحال شي دبانه طاحت في شي مرميطه كبيره ديال الحريره. بلاصتها ماشي تماك. قلت لصاحبي ما عرفتش اش نديرو هنا، ولكن الحاجه الوحيده اللي متاكد منها الا قالوا لنا هزوا شي واحد من هاد المعاز وخشوا في شي كوفر ما لقاوش مع المشاكل، غيدخل واشد بلاصتو بالسكات بلا ما يهرس لك حتى شي بول لداخل بصباطو. بقى فيكتور تيضحك وفص هذاك الصداع ديال الطالونات ولي كلافي ويتوقف عندنا السكرتيرة عاوتاني، وكانت بنفس الابتسامة قالت لينا تبعوني لاسونسور وركات على الطابق 22. قالت لينا تيتسناك من المدير في المكتب ديالو، غير راه يتحل الباب ديال لاسونسور غادي تلقاو انفاس ليكم. ملي وصلنا لقينا البيرو محلول والمدير تيهضر مع واحد السكرتيرة جديدة، تيشرح لها ثلاثة المرات كيفاش تصوب بي دي اف، حاجة سهلة بالنسبة لسكرتيرة ولكن ما فهمتهاش. كان عندها واحد الكم كبير ديال البلادة وبين عندها داك الراس خاوي الوحيد اللي قدروا استفدوا منه هما الكوافورات، ولكن المدير كان عنده صبر عيوب ودار بزاف ديال الخاطر. عاود شرح لها داك الشي بالخشيبات ومن بعد صيفطها للبيرو ديالها وبكل احترام وبلا ما ينقص منها. البيرو ديالو كان كبير وفيه ريحة لوليكس، ما جاش مع واحد خدام في التنمية البشرية. يلا بغينا نريحو قدامو ويقولنا ناخدو راحتنا في الصالون، وجلسنا في واحد الفوتويات ملاصقين مع الجاج تيبينو الجمالية ديال بروكسل من الفوق، واخا الجو ديالها ديما مضبب. هذاك المدير كان لابس ستوندار بحال الموظفين ديالو، نفس النظاظر ونفس الكوستيم ولكن ماشي نفس الثمن، زايد نغزة شوية ماشي هذاك الشيء ديال زارا اللي شفنا لتحت. حيد الفيسا ديالو وعلقها في واحد الساتر، ومنين جلس قدامنا بدا تيقفط في القميجة ديالو ويتبنى البداية ديال واحد الوشمة باينة مسالية في كتفو ولا في ظهرو. جانا من الاخر قالنا تنقلب شحال هادي على جوج فيهم لي كاليتي ما عندش بزاف ديال الناس، الامانة في الخدمة، السكات فوق الشدة، والحاجة المهمة هما التحتانيين يكونوا ديال النحاس. الا صيفتكم تكلفوا بشي واحد خاصكم تكونوا قادين بالمهمه. الا جاك لورد تفرقع راس وزير ولا رئيس حزب ولا اي واحد كما كان نوعو، ما بغيتش الخدمه ديال لي زاماتور، بنادم بانيكي واللي الدين عرقاني وتترعدوا. البيزنس ديالنا تيبغي العقل والقلب يكون ديال الحديد، لا بانيك تجيب المشاكل وتتخلي موراها لي زانديس. كان تيهضر معنا وطيح هذاك الوجه اللي كان تيدوي بيه مع السيكوريتيرا ديالو، ولا تيبان فحال شي كروسيس ديال الزطلة، هادوك صحاب طنجة طريفة. قال لينا مورا تيشكركم ليا بزاف، وجبتكم اليوم هنا على قبل سؤال واحد، واش قادين بالمسؤولية؟ يلا بغا يجاوبو فيكتور، وانا نحبسو، قلت ليه هادشي اللي غادي تسمع، جاري عليا انا وصاحبي، منين تتحط الباكية قدامنا، واخا يكون الكليان والباب. اللي دا عمرها ما تترعد ولا تزعرك، تتخرج من الجيب باردة فحال دميت وغير تتلمس على الكحكاة، تحضر هذيك الساعة ملك الموت. طاحوا الوجوه بثلاثة في هذاك البيرو ويبان العيب ديالنا كاملين. تماك عرف هذاك المدير بلا موريتي ما كذبش عليه وصيفط ليه لاكريم ديال الزنقة، عار يخلصهم مزيان يقتلوا ليه العباد كسر من الكارو. ناض هذاك المدير ويسد الباب الساروت، حل واحد الكوفر فور وجد منه كلي يو اس بي برونشا ديريكتومون في واحد البيسي. كان واحد الفيلم قصير تيبان فيه لابس واحد البلوزه ديال البلاستيك فحال شي قزار
وتيعدف واحد جوج واحد لاكاف، كانوا معلقينهم على رجليهم. في الفيديو شالوا ليه واحد الشاليمو وعطاوه ليه، قرب عند داك الجوج قال لهم سرقتوا الباترون ديالكم وتقاسمتوا الفلوس، تنحييكم مزيان على هذا الانجاز وساتوا على الصداقه اللي بيناتكم، ودابا جا الوقت باش تخلصوا، غتمشيو بجوج مسودين لجهنم. بقات يشوط فيهم بهذاك الشاليمو، تجلود ديالهم تلاصقوا بعضياتهم وبقات يسمع حتى شي صوت. حيد بلوزه واحد الشاليمو وزومات عليه الكاميرا، كان تيغسل يديه وتيغني واحد المورسو ديال الروك، وجوما كان فيه حتى شي علامه لا شر لا خير. تيغسل يديه فحال الا طيب شي وجبه لولادو ويريح يتعشى معاهم. قال لينا هاد جوج كانوا خدامين معايا هما اللي غادي ترومبلاسيهم، عطاتهم المافيا كلشي وكبروا كلوشهم على حاجه بسيطه. المدير كان تيورينا السيفي ديالو باش من الاول نعرفو معاه من خدامين. قال لينا سرقوا كما بغيتو ولكن ما تقربوش الحاجه اللي صيفطتكم عليها، غادي تغنوا مزيان والعلاقات ديالنا غتبقى زوينه. المدير كان سميتو فلاديمير ايفان بيتروف، كان من هذوك الشرقاوه المقودين ديال غروزني في الشيشان، وفي الدومين تعيطوا لي الكوليكسيونور، وتا شي واحد ما عرفاش تي كوليكسيوني، كاين اللي تيقول تنابر وكاين اللي تيقول صباع عباد الله. جبد من البيرو واحد القرعه صغيره ديال الفودكا باينه قاتله 85 دوغري، كوب ثلاثه ديال الكيسان، وقال لينا غدا اول ميسيون ديالكم غتحركوا معايا لزاغريب في كرواتيا، عندي افتتاح ديال واحد دار الايتام، وبالمناسبه كاين تماك واحد الصحافي من لافيرتي لاشين فلامو سميتو، خرجت في بزاف ديال الاجتماعات تيديرونجي وتيتشكو منو بزاف ديال الناس ديالنا. حاليا تيدوز لي فاكونس ديالو تماك، بغيتكم تكلفوا به، وقبل ما تصيفطوا للتقاعد بغيت نشوفو وندوي معاه، ارونجيو لي هادشي كامل قبل ما نسالي الافتتاح، ولا خصاتكم شي حاجه عيطوا لموريتي غيوجد لكم كلشي. تقرقبوا الكيسان ونزلنا على هذاك الفودكا ديال 85 دوغري. ملي كنا خارجين بقيت نشوف هذيك السكرتيرة، كانت مضاربه مع واحد لامبريموند ما بغاش تسكاني لها، قرب عند المدير ورجع هذوك النظارات الكيوت لوجهو، هز الكابو ديال لامبريموند بشويه وقال لها حتى الورقه هنا وركي على هاد البطوله. هذيك الساعه فهمت علاش الباترون جديد ديالنا بيتروف الياس لو كوليكسيونير مخدم سكرتيرة تتفهمها في الصباغه ديال الدفران. هذاك البوست كان قريب للمدير، ما خاصوش شي وحده طياره، ومع الدوامه تعيق به وتلاحظ هذاك الوحش اللي عايش مورا النظاظر ديالو. زاغريب من احسن المدن الاوروبيه غير ما تعطاش حقها، لا من ناحيه المعمار لا من ناحيه التاريخ ديالها. نزلنا في نفس الاوتيل اللي قالت فيه الكليان ديالنا، اوتيل نقي والثمن ديالو مناسب، في المستطاع ديال الصحافي تيدير خدمته بكل امانه وعمره ما مدي يديه لشي واحد. خونا كان فلاماني وسميتو مارك فان هوبر، على حسب المعطيات اللي عليه تيكره شي حاجه سميتها الرشوه، ولا شد شي دوسي تيتلاح عليه فحال شي بيدبول حتى تيصيفط مولاه للحبس، ما تيفرقش بين الناس، اللي طاح في المقلة تيتقلى وخا تحط ليه مال ديال الدنيا. كان من هادوك الصحافيين اللي مايلين للاشتراكية وعايشين الزهد في حياتهم، تيتحرك الخدمة ببكالة وتيدي معاه لي طاطين في الشكارة باش ما يشري الساندويش، ما تيكمي ما تيشرب ما تيتصاحب وما عندو ما يدير بالفلوس، تعطيه 10,000 اورو غير غادي تبرصت ليه حياته. تبعنا انا وفيكتور نهار كامل في هاديك زاغريب وضرب بينا المدينة كاملة على رجليه، زرنا معاه كل من المتاحف والكاتدرال وعرفنا بسببه بزاف ديال الحوايج كنا جاهلين على هاد المدينة، كوم كوا الإجرام والثقافة تيتلاقاو بعض المرات بعضياتهم. خونا كان ضارب واحد الصندالة ديال الجلد تتمشيها بوحدة ولابس على واحد الشور ديال الجينز، بين كان سروال هادي 10 سنين وكتب لي الله حياة جديدة في صيفط شورت. ما رجعنا لهداك لوطيل تطيح لينا ركابي حيت ما كناش مايكيبي اللي نمشي. الليله الاولى في لوطيل بقينا سامرين عليه قدام الباب ديالو،
كل ثلاثة السوايع تنتبدلو أنا وفيكتور، واحد تينعس وواحد تيشد لاكارد. ونهار تاني نفس السيناريو، هذاك مارك خذا الفطور ديالو مع السبعة ديال الصباح، وكان من الأولين اللي فاقو في هذاك الأوتيل، ومع السبعة ونص بدا الماراطون السياحي ديالو. مع وقيتة الغدا، يلا فيكتور بدا تطلع عليه الدم، واجينا ميساج من عند البوس، كان مكتوب فيه الصحافي خاصو يتهز مع السبعة ديال العشية ويتحط في هاد الأدريسة. بون شونس. بين الحياة والموت كاينة 13 سنتيمتر، الكانون ديال البريطة. ملي تخرج القرطاسة ماشي في حالة تيريتي بحجرة، القرار ديالك خاصو يكون نهائي، ما يخليش لك غرام ديال الندم ولا تعني بالضمير. وتا هذاك اللي قدامك خاصو يستاهل هاد العقوبة. الخدمة مع المافيا ما تعرفش هاد السلوكات الإنسانية، كلمة وحدة لا يعلى عليها تخلص سيسي دير خدمتك. ماشي مهم شكون الكليان، واش يستحق الموت، المهم هو هذاك البوس اللي مدلي رجليه من الفوق، البيزنس ديالو ما يتأداش ويكون راضي عليك. انا وفيكتور كنا جوج كروات صغار في ماكينة كبيرة ديال الحصاد، الا طرا ليها شي حاجة تيتبدلو البياس بالزربة. المهم الماكينة ما توقفش وتقلع اي حاجة قدامها. الصحفي كان واحد الانسان صالح للمجتمع، تا هو تيدير خدمته اللي تتخلص عليها وبكل صدق وأمانة، ولكن بعض المرات كان شي ويدان ما خاش بنادم يعوم فيها. كاتبين لك ممنوع السباحة وحاطين لك بانو كبير فيه علامة ديال الخطر ميمكنش ما تشوفهاش، وخا التنبيهات كاملين هذاك الصدق والأمانة اللي ساكنينك تيتحولوا للغباء. الصحفي تعرضت عليه بزاف ديال الفلوس ماشي باش يبيع الضمير ديالو، قالوا لي قلب الرويد وسير عنف بلاصة أخرى، أطلع الشفارة والريوس الكبار في هاد البلاد ما كيناش المافيا. وبفضل الصحافي الجورنال اللي كان يكتب فيه ولات عندهم مصداقية كبيرة، ولا رمز من رموز محاربة الفساد والجريمة. وهاد الشهرة والتستبال هما اللي عماو لي عينيه. سيفري السيلو تنشر أفكار، ولكن سابي لا عمر ما تيحبس القرطاس. زاغريب العشرة ديال الصباح، انا وفيكتور كان عندنا رونديفو مع واحد السربي هو اللي تكلف لينا بالماتيريال، كاميونات جوج فلادة موسخين لي كاغول ورولو ديال السكوتش كحل. قالنا ملي تسالي وحرقوا كلشي فهاداك الكراج راني خليت لكم جيريكان ديال ليسونس تماك، الفلادة غسلوهم بالالكول ولوحوهم في الماء. زاغريب راه كله ويدان. تقادات لي الفرنساوية ديالو فهاد التعليمات، خونا ما كانش عنده مع الكونجيغيزون، كلشي تيتلاح في الانفينيتيف. الوطن اللي كنا مريحين فيه كان منظم واحد الاكسكورسيون دايرا لواحد السيت قديم ديال الرومان جا خارج شوية على المدينة. اي توريست في العالم ميمكنش يجي لزاكراب وما يزورش هداك السيت. وقلت لفيكتور هادي الفرصة ديالنا الوحيدة باش نتقداو فيها الصحافي، هادوك لي سيت هيستوريك تيكون فيهم بنادم مشتت فحال الدجاج، غيدور راسو لكيد ندخلوه لشي حفرة يشوف فيها سيزار شخصيا. ديريكتوم وتحركنا عند ريسبسيونيست وبواحد لونجلي مقرخشة بحال الفرنساوية ديال السربي، ريزيرفينا معاهم جوج بلايص في الكار. ملي خلصنا وكان تيقيد سمياتنا بات لي سميت الصحافي في هذاك الكارني، داخلة أورد مع التلاتة الأولين. نهار لا فيزيت كان ضارب واحد الصهد ديال الصومال، غيام وحدة ما كيناش في السما. حطنا الكار قدام واحد السيركوي طويل والزيارة كانت المدة ديالها ساعة. من يخرج هذاك الصحافي من الكار كان فول اوبسيون، كان ليح واحد نضاضر يشوف وشابو باش ما تضربوش الشمس، ومعلق اباراي فوتو في عنقو والسيلو كارني، كان يموت على شي حاجة سميتها التاريخ وباغي يقيد اي كلمة خرجت من الفم لقيت. من بعد عشرة ديال الدقايق جات اول فرصة، كان قدام واحد الحيط كله مهرس ومشقوق غير بوحدو يعمر ثلاثة المقررات ديال التاريخ. كانوا دايرين ليه بزاف ديال لي ستاتيو، دي سولدا روما هازين سيوفا في السما. يلا بغا يتلاح لي فيكتور مورا واحد السارية وانا نحبسو، قلت ليه باقي الحال. صراحة عجبني هاد القيد وبغيت نتسنط ليه شوية ديال الثقافة قبل من الإجرام. هذاك القيد كان تيشرح كيفاش الحضارة ديال الرومان
تأثروا بها بزاف ديال الحضارات كبار جاو من بعدها، لا في اللغة لا في الدين ولا في المعمار. هذاك القيد كان تيعرف يدير خدمته وتيديرها بثلاثة ديال اللغات، ملي تيعاود على الأمجاد ديال الحضارات تيدخل الناس معاه في هذيك الحقبة الزمنية وتعيشوا معاه الحداث بحال هادشي ديال بلقابيل. بقينا مكونسونطرين معاه وعينينا مع الصحافي، تسالينا الجولة ديالنا. وقبل ما يرجعوا كلشي للكار القيد قال لهم اللي بغى يمشي للطواليط راه جات في الخرجة ديال السيركوي. وهذيك الساعة بان الصحافي من البعيد قاس واحد الطواليط جات مقنتة. قلت لفيكتور الحصة ديال التاريخ سالات ودابا غندوزو الرياضة. بقينا تنتسناو قدام هاديك الباب خمسة ديال الدقايق ويلا تحلات البواني باش يخرج. هو يوقف عليه فيكتور بحال بغطاط، قال لي خاص ترجع تغسل يديك. وقبل ما يرسم علامة الاستفهام بحجبانه شير عليه فيكتور بواحد الكوشية عشوائية، رجع ليه الفاتشة ديالو بحال شي طابلو ديال بيكاسو يا مات كان يرسم الكوبيزم. رجعوا للطواليط كاو باش يغسل يديه وسد الباب بالساروت من الداخل. بقيت واقف 45 دقيقة قدام هذاك الباب على ما يديماري الكار. ومن قربت تغرب الشمس هزو فيكتور فوق كتافو وكان تيبان صغير بحال غير هاد شي مازا. ضربنا به 1500 متر البلاصة اللي كانت مقارية فيها الكاميونيت، ومن تماك تحركنا به لادريسا اللي عطانا السيربي. دخلنا الكاميونيت لهذاك الكراج والصحفي ما قال حتى شي كلمه مفيده. طرق كامله تهتت بشي حوايج ما مفهومينش، مرات يقول كليوباترا مره سيزار وبزاف المرات السميه ديال ابراهام ستوك كانت يعاودها. الكروشي ديال فيكتور كان فولادي هرب ليه الميموار ولا فحال شي كالكولاتريس سالات لها الحجره، وكل مره تخرج لك نوامن عشوائيه وتغبروا. كبينا عليه جوج قراعي ديال الماء وبقى في هذيك الحاله 45 دقيقه عاد رجع للوعي ديالو. قلت لفيكتور عندك زهر لي ما ماتش قبل ما يشوفو البوس. وفي هذيك اللحظه صونا التليفون، كان فلاديمير بيتروف ما يعرف فين وصلنا مع الصحافي. قلت ليه المسائل مضبوطه والامانه مربوطه تتسناك توصل. ما جاوبنيش وضرب واحد الصمت في السماعه. قال لي البروغرام ديالنا تبدل، عرضوا عليا شي ناس في المينيستير هاد الليله باش يشرفوني بالخدمات الاجتماعيه اللي تندير. هادشي ما كانش في البلانينغ وما نقدرش نرفض الدعوه ديالهم. قال لي ديروا خدمتكم معاه، عرفوا منين تجيب المعلومات كاملين اللي تنشر في الجورنال. ومن بعد صيفطوا يغرق عباد الله في جهنم وحرقوا هذاك الشيء كامل اللي كاين في الكراج. بقيت تنتصنت ليه ساكت، ولكن في الخدمه ديالي تنكره شي حاجه سميتها شونجمون بروغرام. قلت لي عطيتينا مسؤوليه ماشي ديالنا، ولا درناها غنديروها بطريقتنا، المهم هو النتيجه. كان باين مشغول، قال لي ديروا هذاك الشيء اللي بغيتو وانتصل بكم من سالي. ملي قطعت معاه درس عند فيكتور قلت ليه البروغرام ديالنا تبدل ودابا ولينا لاعبين فريستايل. البوس قال لي ديروا معاه اللي بغيتو. قربت عند الصحافي وطيحت وجهي مسكن بحال الا ضارب ماراطون ديال 42 كيلومتر. قلت ليه تنكره شي حاجه سميتها التوريزم وسيتو عند هاد ولاد ديال الشرقاوه، كل شيء عندهم فيك، كنا خلاهم شي يوعين. ضربت على المكانه قلت ليه اللقاء ديالنا غيسالي من هنا 10 ديال الدقائق وكما كان السيناريو غتموت اليوم من حاسه في راسك. انا وصاحبي ماشي دي بسيكوبات، تنديروا خدمه ديالنا. الا ما عندك ما يتقال رمشا بعينيك ونساليو هاد الفيلم دابا بلا عاده بلا تقطع الصباع. دوك عندي سؤال واحد، واش عندك شي حاجه للبيع؟ تلاح الصحافي على كرشو بدا تيضحك وضحكه ديال المسطين وخارجه من القل. يلا بغي نوض لي فيكتور، قلت ليه خليته يسالي بقى لي 8 ديال الدقائق. كنا تنشوفو فيه والدموع ديالو خارجين بالضحك. من بعد جوج سيريات ديال الكحبه قال لينا الوحيد اللي يبقاو فيا هما نتوما، غتموتوا قبل ما تشوفوا الخلصه الاولى ديالكم، غتدفنوا هاد الليله مع الباترون ديالكم في صندوق واحد قبل ما تشرق الشمس. جبت التليفون من جيبو وحل الابليكاسيون ديال الباكا. كان واحد الكونت اوفشور بسميتو في بنما محطوطه فيه 51 مليون ديال اللورو. قال لينا انا اوسخ صحافي عرفو التاريخ، السيلو ديالي خدام المنظمه وحده هي المافيا، المعلومات كامله تنشر في الجورنال، الباترون ديالكم اللي عطاها ليا، وما تندويش على فلاديمير بيتروف هذا كان واحد من البياطق.
تندوي على الباترون الكبير ابراهام ستوك، البوس اللي مخدم بيتروف لو كوليكسيونور. عطاه بزاف ديال الاندارات ودابا جات ساعتو. اللي بغى يدير كارير في المافيا خاصو يلعب في التيران اللي تتراس عليه. ونهار ترضاو عليك هما اللي تكبروا لك التيران. البوس ديالكم بغى يطير مع نسوره جناوح ديال حمامه. كبر كرشو بغى يتفاوض مع ناس كبار عليه بلا ما يعلم الاورغانيزاسيون. اتصل مع واحد جوج في شيكاغو هما اللي مغرقين العالم بالبيضه. سلعتهم تدخل صحه في لي بور كاملين ديال العالم. هما اول فورنيسور ديال المافيا لا ديال هولندا لا ديال بلجيكا. اتصل بهم وبغى يدير معاهم بيزنس سولو، ولكن هذوك الناس ما تخدموش مع نابورتكي. عيطوا البوس ديالنا الكبير ابراهامز وصبنوه قدام ليكيب كامله. قالوا لي الا ما عرفتيش تجمع الناس ديالك غنجيو نعلموك الخدمه كيفاش تدار. صغروه قدام بوانتيرات كبار ديال المافيا وطاح من عينهم تحت البيتكوين في 2022. ابراهام ستوك جمع لافيرتي ديالو بالشراوط، اعتذر لهم وقال لهم هاد المشكله يتحل في اقرب وقت. في الاول خلصني باش ندخلو للحبس وتحرق لي سميتو في الاعلام. ومن بعد البروغرام تبدل، بغى يسد الدوسي بصفه نهائيه. جابو عن شرقاوه في زاغريب باش يتدفن فيها ويبقى عبره لاي واحد يتجرب يلعب في التيلا ما تتراساش ليه. مع 12 الليل بعد العشاء غيلوحو مسطح ديال لوطيل مشنوق بقنبه، والفيديو ديالو غيتصيفط للباترونات الصغار كاملين ديال لورغانيزاسيون. غتكون فحال شي ميزاجور باش اللي عنده الدغل في راسو يرجع للطريق، وهاد المشكل ما بقاش يتعاود. قال لنا لما تيقتونيش وبان ليكم هادشي تخربيق. لوطيل لاحظ شنق فيه سميتو دوبروفنيك، جا في السونتر ديال زاغريب، شاف فينا وتايق في راسو هاد المرة. قال لنا التران غيدير ديبار مع 12 ديال الليل، إلا بغيتو تركبو فيه وتخدمو مع باترون كبير، باقي فيه جوج بلايص ليكم. وفي هذيك اللحظة يصون عاوتاني التليفون، كان فلاديمير بيتروف. قال لنا جالس مع شي ناس مهمين وبغاو يتعرفوا عليكم، إلا سالتو الميسيون ديالكم مع الصحافي دوزو عندي لوطيل دوبروفنيك، راني جالس في الروف ديالو. شفت فيكتور ما كنت فاهم والو، قلت ليه اش بالك في هاد البلان كامل؟ قال لي واحد تيقتلو تيسودي عباد الله بور لو بليزير، بلاصتو ماشي في كرسي ديال البوس، وما يمكنش يكوموندي بعقلاني يا ايكي. قال لي الصحافي درتو احسن اختيار. هز التليفون وعيط على السكرتيرة الخاصة ديال بيتروف، هاديك اللي بالتنا باليدة وما تتعرفش دير فوتوكوبي. قال لها الكوليكسيونر رسالة وما بقاتش عندو ايكي، وغيموت بوحدو هاد الليلة. قولوا لهم الرسالة وصلات وغنجيو للوطيل مع 12 ديال الليل قبل ما يموت فلاديمير بيتروف المعروف بالكوليكسيونر. الوحدة ديال الصباح، اوتيل دوبروفنيك زاغريب. وقفنا الطوموبيله قدام الباب الكبيره ديال الاوتيل وباتنا لافير ماشي هي هادي. نورمالمون ديما تيكونوا موقفين شي واحد تماك ملبسين وش لبسه ديال الاسميرالدا بالشابو ديالها، وغير تتوقف شي طوموبيله تيجي تيجي الريتار على لي فاليز اللي في الكوفر. ولكن قدام باب الاوتيل بانوا ليا جوج حوايج. بانو كبير تيشعل بزرق تيبين بلا لوطيل خمسة نجوم، وتحت من البانو واقفين واحد جوج صحاح من وجوههم باينين ماشي ديال السياحة، متر وتسعين في الطول وقرعين بجوج، ضاربين برود كانت ديال النازية وخاشين يديهم في الجاكيطات. من البعيد باتلي تقم قيمة ديال الكاليبر خارجة من تحت ديال الجاكيطة ديالهم. خليت الكونتاكت والموطور تيدور وبقيت نشوف ريتروفيزور العينين ديال الصحافي. كان جالس اللور عيت ما نقلفهم على الخضر، ولكن كان تيشوف فيا فحال شي ولي صالح. البراءة باينة في عينيه وما باينش عليه الكذوب. هضرت مع فيكتور بالدارجة ديالنا باش ما يفهم والو. قلت ليه كان احتمال كبير نموت الفوق، نقدر نقول لك 50-50، ولكن عندي جوج بلانات. البلان الاول نفرقعو على الصحافي راسو هنا في الطوموبيله ونضربو اكبر تغميسة نغبرو فيها من الوجود وعمر ما يلقانا شي واحد، والبلون بي نديرو فيه التيقة بحال ميزين على شي عود متوكر شوية، ولا ما متناش الفوق غنديرو اللاقة وغتكون عندنا كارير كبيرة في المافيا. اش بالك في هاد البلانات؟ بقات يفكر فيكتور و تيشوف فيه. واحد ساعة واحد 9 ملم فوق الطابلو دبور
وزيد ديال السما. واخا كنا خدامين في القواده ديما تترجع للباترول الكبير. هزينا يدينا بجوج وقرينا الفاتحه ونزلنا من هذيك الطوموبيله بحال غنجريو شي افير خير يكون كبير على الانسانيه. قربنا عند هذوك جوج بغالي واقفين قدام الباب، وقبل ما نوصلوا حداهم حلينا الجاكيطات تاع الكوير، بان لهم الحديد تلمع ومتكوك مزيان في الحزام. محايدين السيكوريتي هذاك الشيء ديال الويسترن، الاول اللي يتحرك يا طير باقلك يا طير لي راسو. ملي وقفنا حداهم في بلاصه القرطاس خرجات كلمه واحده، روف توب. تقالت واحد لاكسون شرقاويه، شميت فيها ريحه الرواسه. ملي دخلنا لاسونسور ورك الصحافي على الطابق 50 وكل ايطاج يدوس في ليكرو، تيبان ليا فحال شي مسمار تيتدق في القبر ديالنا. ملي تحلات الباب بات ليا من البعيد واحد لاطيراس كبيره جالسين فيها بزاف ديال الناس ما تنعرفوهمش، وفي القنت جالس الكوليكسيونور هاز واحد الكاس ديال الشامبان وتعاود الازاليات ديالو لواحد الربعه كانوا تتصنتو لي غير بودن وحده. قبل ما ندخلو جا عندنا واحد الغليل كان ضارب واحد السموكينغ وميساج رقيق بحال هذوك لي تينور ديال لوبيرا، ما بيناش فيه خدام مع المافيا. قال لينا بشويه عطوني السلاح ديالكم. والله تفاجات وشفت فيكتور ويقرب عندنا. قالنا البروغرام ديال هاد الليله غير متفع غير واحد، نتوما فحال الناس كاملين اللي هنايا، غتعشاو وتاخذوا العبره وغترجعوا لبلادكم سالمين. عطينا السلاح وجلسونا في الطابله وحطونا حدا البوس ديالنا فلاديمير بيتروف. الصواريه كانت عاديه، كلشي ناشط تياكل وتشرب، ومطلقه واحد الموسيقى تتحل الشاهيه. وفوس هذيك لومبيونس ديال فرانك سيناترا لاحظت واحد الحاجه غريبه، كانوا جوج كراسي خاوين حاطينهم حدا البوس ابراهامس فحال تيتسناو شي ضياف غايجيو مطلين. والظن ديالي ما خابش، مع ربعة ديال الصباح غتحبس الموسيقى، واحد من لي كاردا يهضر مع البوس الكبير في ودنيه، وابراهامس فار لي وجهو بحال هو اللي يقتلو هذيك الليله. غتحلت الباب ديال لاسونسور، كلشي وقف في هذيك الطابله فحال دخل شي جنرال شي تكانة عسكرية على غفلة. من البعيد باليا واحد طويل ضارب كلشي في الكحل فحال شي خفاش. تروا كار نازل تركابي ولتحت صباط ديال الكروكو تيبري ومسيري مزيان، الروح ديال التمساح باقا عايشة في هذاك القبقوم. موراه كان واحد الشارف تا هو لابس نفس اللبسة، عينيه كانوا فحال شي نسر مدمعين بالسيجار وقلد الناس، وخارج منهم البرق بحال ملك الموت. من المشية ديالو تيبان هو البوس الكبير ديال المجمع. والتالت فيهم كان عريض بزاف، عنده مقاييس ما تتشوفهاش كل نهار، ضربو بشي عصا ديال البيسبول ترجع لك على وجهك وتهرس لك سنانك. نيجسو في الطابلة تا شي واحد ما بريزونطاهم، حيت اي واحد خدام في المافيا ميمكنش ما يعرفهم، دونك لا بريزونطاهم شي واحد فحال سبهم ولا قلل منهم الاحترام. الاول كان سميتو بنجي تيستا الياس دون تيستا، والشارف لويجي بيريتا الباترون الكبير ديال كوزا نوسترا، والثالث فرانكي غاليانو البرادروا ديال بنجي تيستا، تيعاودو قاتل اكثر من الساكنه ديال لوكسمبورغ. في الاول انا وفيكتور كانوا عندنا بزاف ديال الاسئله، ما عرفناش علاش جايه المافيا ديال شيكاغو على قبل البوس صغير بحال فلاديمير بيتروف، ولكن من بعد عرفنا بلي هادشي سميتو رد الاعتبار. المافيا ماشي سوق اسبوعي اللي عنده الاعاقه يدخل يتقدم منه، كاينين بروتوكولات خاصها تحترم، ما تحل شي باب وما تدخل حتى يتعدل لك. وفلاديمير بيتروف ما كانش عارف هادشي ولا جاهل البروتوكول، درم صباطو مغيس للدار كبيره وبيدق البوس ديالو قدام ناس مهمين في الدومين، جمعوا عليه بزاف ديال الكريديات وجا النهار باش يخلصهم. نادى ابراهامس وبقى تيدور على الطبلة، وجهو تظلم وتكمش ولا فحال شي ناموسية لا تقضى فيها الغرض. كل شوية توقف مورا شي واحد وحسينا بيه دايز مورانا بشوية، كان تيهضر ونعل ليا صباطو تيسيف لي مع داك الجليش. ومن يوصل مورا فلاديمير بيتروف حط الكاس ديالو فوق الطابلة، جبد واحد القنبة من المونطو كانت تبان صحيحة حيت مفتولة بالنيلون سانتيتيك. كلشي شافها
إلا الكوليكسيونير. هذيك الساعة كان سكران والشيخ ما حط قرعة ديال الشامبان، كان تيشوف هذوك الجوج اللي جالسين في الجهة الأخرى ديال الطبلة، تيتمنى وتيحلم شي نهار يولي في حالهم، عنده أنفليونس والناس تحصارمو. وبلا ما يحس دارت لي قنبة على عنقو، خرجاتهم من هذيك الأحلام وخرجات لي تعيني. جرجروه حتى لواحد الحيط قصير ديال الجاج ودلاهم لتماك مشنوق. بقينا تنشوفو فيها أنا وفيكتور، رجليه تضربو في الجاجة من جهة الزنقة، واحد شوية الصداع تحبس. الصفحة ديال فلاديمير بيتروف ديال الكوليكسيونير تشرقات هذيك الليلة. البوس أبراهام عطى العبرة للناس كاملين اللي جالسين تماك، والمافيا ترد لها الاعتبار. بقى معلق تماك بيتروف حتى 6 ديال الصباح، ومني كنا خارجين سلمنا على المافيا ديال شيكاغو وتعرفنا على البوس الجديد ديالنا أبراهامس. هذاك بين جيتيستا كان مهيب بحال شي طوس كحل، تيهضر وهز راسو للسما، تعطى الأوامر بالتليفونات، وهذاك فرانكي لاصق حداه بحال الخيال ديالو، ما تيفوتوش بخطوة. بين هو اللي تدور الموريات والشارف غير تيفاليدي. ملي سلمنا عليه حيد التليفون من ودنيه وعطى المكالمة لفرانكي يكملها، لا حيدي باش يسلم علينا وبقى تيشوف فينا. واحد ساعة ويهضر معنا بواحد الدارجة حرشة ديال الداخل. قالنا منين نتوما من المغرب؟ قلت ليه من كازابلانكا، ويترشم ليه واحد الضحكة في وجهو. وفهاديك لقيت وقف علينا أبراهامس البوس الجديد ديالنا، شافنا من البعيد طولنا معاه في الهضرة. يلا وقفوا دار عندو دونتيستا، قال لي هاد الجوج محتاجهم، بغيتهم يقداو ليا واحد لافير. وتكى على الشارف لويجي بيريتا، بقا تيدو معاه فودني بالطاليانية واحد دياليك ديال الجنوب سيسيليانو. هذاك لويجي اللي تسنت لدونتيستا دار واحد النظاظر في عيني وبقى تيشوف فينا بحال شي طبيب ديال الودنين يلا جابوا لي شي دري صغير. قال لا ابراهام سات جوج بغيناهم هاد الساعه وردتهم لك من بعد، من دابا البوس ديال مو دونتيستا بغاهم يقضيو ليه واحد لافير. بقى هذاك ابراهام سات يحرك فوجو من الفوق للتحت، يديه مورا ظهرو ولاصق واحد البودره بحال سودا ومعاه. قالنا الشارف وكان تيضحك، باين عليكم عز عليكم الدولار، الا درتو خدمتكم غتربحو بزاف ديال الفلوس، دونتيستا عمرو ما تضيع شي واحد. من البعيد هذاك فرانكي بقى تيشوف صاحبي فيكتور، غتكون اول مره يشوف شي قباري في حالو. كانت اخر ليله ديالنا في زاكري. الغد اللي ملي خلصنا لوطيل الريسبسيونيس عطانا دو زونفولو، قالنا شي واحد حطهم سميتكم في الريسبسيون، ومني حليناهم لقيناهم فرقعين بالوراقي ديال 500 ومكتوبه فيهم ديزينيسيال في لونفولو بي تي بنجي تيستا. والداخل كانت واحد الورقة مكتوب فيها المكان تاع الرونديفو. الادريسة اللي تعطاتنا كانت في بروكسل في واحد المصبانة قديمة جات خارجة على المدينة. موسكو 6 ديال الصباح، الجنرال إيغور إيفانوف سكران معربط على 5 ديال العساكرية كلهم خدامين في سيفي سوكري. كان عريان من الفوق ولابس سروال ميليتير رابطو واحد البروتيلات، صوتو الغلي تتسمع في لاكازيرن كاملة، ما كان عا السبان والتصرفيق. كان هاز واحد القرعة ديال الفودكا وفي يديه الأخرى جبد واحد الفردي مشارجي. كانوا تتسنتو لي هادوك العساكرية وخايفين، نورمال كان لا يحلال الكاو وفي أي لحظة يقدر يفرقع لشي واحد فيهم راسو. إيفانوف كان من العساكرية المغبرين تاع روسيا، واحد من لي زونسيان ديال الكاجيبي، كان شيبة عاصية وخسر السربيس ديالو هادي 4 سنين في الأرمي، باقي تيحكم في العسكر وكلمتو مسموعة في الجيش. 11 كان واقف واحد السيد سميتو بيريستروكا، من أكبر البارونا ديال لا وايت نايت في روسيا والصديق القريب ديال المافيا ديال شيكاغو، البوس لويجي باريتا والدون بنجي تيستا. كان ساكت وتيشوفها بعينيه، ما بغاش يتدخل في الجنرال واخا كان سكنان مكاوي. قال لهم ايفانوف وكان كاعي، كيفاش هرب لكم واحد فيها 60 كيلو وانتوما كلكم قد البغال؟ كون جيتو يا مات البارتي اونيك نعلق دينكم كاملين في البوطوات ونخسر عليكم قرطاسه وحده ما ساويهاش 10 دولار. خرج من الصف واحد السيرجون متردد وخايف،
قال لي لا غارديا لوزان كانوا فيها بزاف ديال البوليس والكونتاكت ديالنا تماك، عطانا التعليمات في اخر لحظه. غير وصلنا لاكار لقينا ديجا طلع في الدران وشفناه غير من ظهرو، كان رقيق وقصير وما فايتش 1.69 متر، لابس كوستيم بيض واز ماريطا في يديه، كان رابطه بمينوط وكان مسافر خفيف ما هز معاه حتى شي باجاج. يلا بغا يبدا يكشكش الجنرال واينوت بيريسترويكا، عطاق العادي الما باش يتكالمو وجلس الشارف واحد الكرسي، قرب عند هذوك العساكريه وبقى تيشوف فيهم، حيد الفيسا ويشعل واحد السيجار طويل ميدين كوبا. قالهم هاد البلاد خسرت عليكم بزاف ديال الفلوس وخديتو احسن فورماسيون في العالم وسيتو في الدومين ديال كونتر اسبيوناج، مايمكنش خمسه ديال لي زاجون فحالكم يجيبوا لنا رابور فيه جوج سطور مكتوبه فيه شفنا واحد قصير ما عرفناش سميتو، لابس كوستار بيض ورابط باليزا مع يديه، هادشي تنسمي خيانه ديال الوطن والعقوبه ديالو هي الموت. كان تيهضر بيريسترويكا بحرقه على بلادو، نسى بلا كان مع اكبر المجرمين ولو بلو كرون ترافيكون ديال روسيا. جر واحد الطابله دايره وجلسهم خمسه بهم، قال لهم دابا نديرو شغلنا وشغل ديال الرواسة. كلشي هنا تعرف شناهي لا غوليت روس، واللي ما تعرفهاش يتعلمها في جوج ثواني. جبد واحد الكاليبر خوا من القرطاس وخلى قرطاسه وحده في الباريلي، شاف في السماء وقال لهم انا متاكد بلا كاينه عداله الهيه الفوق وتا شي واحد فيكم ما يتظلم هاد الصباح. حط لهم الفردي فوق الطابله وقال لهم الا ما كذبتوش هذاك اللي الفوق غادي نجيكم، كل واحد فيكم غيدور رولو ثلاثه المرات ويتيري في راس صاحبو، اللي تزقل كثر من ثلاثه المرات غينوض يمشي في حالاته. السيرجون هو اللي بداو به وكان عنده الزر جوج مرات. والمرة الثالثة العظام ديال راسو تفرقعو في هاديك الطابلة والطروفة ديال مخو ترشو لصحابو. اسبيريستروك الفردي عامر بالدم ومازال خارج منو الدخان، شارجا قرطاسة أخرى وحطو لهم عاوتاني في الطابلة، قال لهم النوبة دابا في الكابورال ولا ما تهزش هاداك الفردي من الطابلة أنا لا نخوي فيكم الشارجور ديالي. يلا هز واحد العسكري الفردي هو ينوض الكابورال، سرح ليه لسانو بحال شي واحد في المعارضة وعشرين عام ما عطاوش الكلمه. قال لي في لوزان كانوا جوج في هذاك التران، الاول فرنساوي سميتو فيليت ميرسي عضو من واحد المنظمه سريه سميتها ديدار، هو اللي كان هاز الماليطا تتقلبوا عليها، كان مع واحد ما معروفش وما كانش داخل في البلانات ديالنا، ملي درنا عليه لونكيت من بعد عرفناه مغربي تزاد وكبر تماك، اول مره خرج من المغرب جابتو واحد البنت من بلجيكا، با عضو كبير في ديدار فورما مزيان ودخلوا معاه يخدم في الاورغانيزاسيون. تيعاودوا بوت البنت كانوا عنده شي مشاكل، كان دخل راسو في ديزافير ديال المافيا ديال شيكاغو وجاو ليه وطرطقوه هو وفاميلتو كامله، والمغربي خلاوه يمشي في حالاته، كان خطأ كبير ديال المافيا غبر من الموجود خمس سنين، كلشي قال رجع لبلادو يعيش حياه عاديه بعيد على هاد المشاكل. ولكن من قلبنا مزيان لقينا اجون ديال ديدار نون دو كود ديالو فونيكس 11، غير جمعنا هاد المعلومات كاملين ودخلنا لروسيا. جاونا تهديدات قالوا لنا يقتلوا فاميلاتنا كاملين الا ما رجعناش للور، داكشي علاش ما بغيناش نقولوا الحقيقه من الاول. ناد بيريستروي كان مكمش ولكن فرحان وشير بهاديك القرعه ديال الماء، كب جوج كيسان ديال الفودكا ليه والجنرال واخا كان جايب الكاو. قال لي هاد لافير بدات عند صحابي في كوزا نوسترا وخاصه سالي عندهم، هز التليفون ساتيليت وعيط لصاحبو لويجي، قال لي نرجع عندي لموسكو باش نكملو بارتي البوكر ديالنا، بغيت ندوي معاك فواحد لافير عندها علاقه مع شي مغربي، على ما تيبان ما درتوش معاه خدمتكم ودابا يقدر ينوضنا بزاف ديال المشاكل. بروكسل 4 ديال الصباح، في حياتي كامله درت بزاف ديال الخدامي وعمر شي بوس عطاني رونديفو مع 4 ديال الصباح. ما نعسناش انا وفيكتور هذيك الليله، هاد المره سادي سيريو ما خداميش مع شي فزاع ضارب كوستار ديال 15000 يورو
ودير فيها باترون. الرونديفو ديالنا كان مع منظمة عندها تاريخ، لي راسين ديالها غارقين بحال الملكية تاع الانجليز. 123 فامي، 2500 فرنشي، وكثر من 5000 اصوصي، وهادشي في الميريكان. وقفنا الطوموبيله في الباركينغ ديال مصبانا، كانت 43 دقيقه ديال الصباح. بالينا من البعيد بزاف ديال الناس تتحرك والضوام شعولين، ولكن شرويطه وحده ما تتصبنش في هذيك المصبانا. لي ماشين كانوا ساقلين فداك الصم ديال الليل. ملي وصلنا قدام الباب الكبيره لقينا ايكيب تي ديشارجيو فواحد الكاميو، وكانوا فحال النمل، شي داخل وشي خارج، كل واحد فيهم معاه جوج صنادق. درت عليهم ويتبان لي واحد التيكيته لاصقه فيهم، فالي زينيسيال دبليو ان وايت نايت. خرج عندنا فرانكي وسلم علينا فحال شي عرفنا بشحال هادي، ومن اللي حيد ديال فيكتور تعابروا بعضياتهم، كل حتى قرقع عابين يديهم. كنت هرسات ملي كان وصلنا البيرو ديال الويجي، بانوا لي اماكن كبار ديال الصبعين، ولاحظت كلهم كانوا جداد، كاين لي باقا لاصقه فيهم الميكا ديال البلاستيك، باين عمرهم ما صبنوا تقشيره في هاد البلاصه. البيرو ديال الويجي كان مظلم، مشعوله فيه بوله خفيفه في القنت، ولكن خرج منه واحد الهيبه كبيره بحال تسينات فيه لا ديكلاراسيون دو لانديبوندونس ديال الميريكان. فوق البيرو كانوا محطوطين جوج قراعي ديال البوربون 25 كونداج جايين ديريكتومون من الكنتيكي. كوبلينا دونتيسا جوج كيسان وحل واحد البواطا ديال السيجار. جانا من الاخر قالنا لافير اللي بغيتكم فيها خاصها ثلاثة ديال الحوايج، لسان تيهضر بالعربية، صبع تيتيري سون بيتي، وسيرتو التحتانيين يكونوا ديال النحاس. وفي هذيك اللحظة تحلات الباب ودخل الويجي تينقر بسيجار طويل فمو ومورا عجاجة ديال الدخان بحال شي تران خدام بالشربون. يلا داز من حدانا، كان هاز معاه كيلو ديال لا وايت نايت وميزان الكترونيك في الليل الاخرى. حط الكيلو فوق الميزان وقال دونتيستا شوف شحال القايده تماك. كان ناقص نص غرام من هذاك الكيلو من غير البوا ديال الميكا. قال لي الكيلوات كاملين ناقصين نص غرام. بقيت يشوف دونتيستا في الميزان، هز التليفون وما جاوبش الويجي. قال لهم دوزوا ليا ميدلين ودوزوهم ليا في لاين سيكوريزي. بقيت يصبن في هذاك الشاف ديال الكارتيل، قال لي فلوس كوسلوك وما ناقصين دولار واحد. السلعة اللي صيفطتي ناقصها نص غرام وفي كل كيلو، ولا ضربناها في 20 طن ما بقاش بيزا سادة، ولا سميتو تبايضيق وتقردين. قال لي بور كابوتانا واش عارف مع متى التعامل؟ الا كنتي مازال باغي تبيع سلعتك في اوروب وفي امريكان خاصك تحل هذا المشكل دابا، سينو غرام واحد ما يبقاش يخرج من هذاك البورتا باناما، وسلعتك غاتشمها غير انت وفاميلتك وولاد بلادك، وقبل ما يبدا يدخل معاه في القاصة ويتجمع هذيك لافير ثلاثة ديال الدقائق. الشاف ديال الكارتيل ما كان في خبارو والو، وما كانش من هذاك النوع اللي يدير هذه الخدمة ديال الفيران، كان كبير عليها بزاف. قال دونتيس تبقى معايا في الخط وعطيني غير 30 ثانية. وفوس هذاك الصم ديال البيروت الواجهي سمعنا الصوت ديال الكلاش في التليفون تينوح في هذيك الغابة ديال ميديلين. ومن بعد الصوت ديال بابلو رجع قال لي كان عندنا مشكل صغير في ليكيب ديال لومبالاج ودابا حليناه، هذاك الشيء اللي كان ناقص نصيفطو لكم في الدفعه الجايه، واتكون سمعتي كلشي في التليفون، المسؤولين على هاد السيرفيس خذوا حسابهم وصيفطناهم يرتاحوا. اعتذر لي بولا دوزيام فوا وقطع مع التليفون. الواجي شعل سيجار جديد واخا كان واحد ديجا شاعل في الطفايه. قال تيستا هادي افير سديناها واخا هكاك، بقاو في هادوك الفيران اللي ماتوا على قبل تفرتيت. دار عندنا وكان تيضحك، قال لينا واحد النصيحة من عند كابو كبير قبل ما ندخلو في الموضوع، لا تبغي تشفر البوس ديالك هز الخنشة كاملة على ظهرك وهرب بيها، تلمتي سميتك ما تموتش معاك، الناس ما تعقلوش على الفيران. بقا دون تيستا تيضحك قال لينا ما تديوش على هاد الشارف، راه تشفرو لي دولار واحد يتبعكم حتى لجهنم. قرقبنا الكيسان ديالنا مجموعين ودخلنا في الموضوع. الويجي جبد واحد الدوسي ولحو لنا فوق الطابله، قال لنا واحد صاحبي سميتو بيريسترويكا عنده شي مشاكل صغار خاصهم يتحلو قبل ما يكبروا، هاد المشاكل عندهم علاقه مع كوزان اسره. الدوسي ديالو كانوا فيه جوج تصاور
فرنساوي سميتو فيليب ميرسي ومغربي فونيكس 11، كان نوت كود ديالو عن ديدال. قلنا على حساب المعطيات ديال الجاسوس ديالنا، هادو خدامين مع منظمه سميتها ديدال وحاليا في المغرب. الميسيون ديالكم تريكيبيرو الماليطه من عند الفرنساوي، هو اصلا ماشي مهم، تقدروا تفرقعوا ليه راسو تماك. والمغربي بغينا حي، بغيتكم تسرحوه حتى يخرج من المغرب وتماك جيبوه ليا لهاد البيرو. الناس ديالنا حتى شي واحد ما تيهضر بالعربيه، داكشي علاش جون تيستا عزلتكم لهاد الميسيون. وبالنسبه للسلاح، عندنا الناس ديالنا في الريف، غنعطيكم لي زادريس ديالهم ويقضيو معكم الغرض. خرجنا من هذيك المصبانه وكان عندنا ديجا الفول لغد ليل، بروكسل زافنتيم كازابلانكا. نزلت الطيارة مع الوحدة ديال العشية، وربعين دقيقة وحنا تنتسناو في الباجاج في الايروبور. تيبان ليا بزاف ديال الحوايج تبدلو في هاد المدينة، ولكن تعطر والتحنسير بقاو داخلين مع العادات. من الجاجة بانت ليا كازا شاعلة بالصال، فهاد شهر 8 ضرب واحد الشوم فحالا نازلين في بغداد. قال ليا فيكتور من هاد الايروبور ما فيهش لاكليم، قلت ليه راه شاعلة لاكليم، غير مريقلينا على بيت وكوزينة. وبقينا قدام هذيك السمطة تنتسناو الباجاج ديالنا. باش كنا في الطيارة كان جالس حدايا واحد تا واجهي من بلجيكا، عاود لي حياته كاملة في هذيك ثلاثة السوايع. واخا كانت خاوي وما فاهم يتعاود، كان قايم وشبعان هضرة. بقيت شاد في كرشي الفول كامل، شرح لي كيفاش مغط على بلجيكا 17 عام وعمره ما خدمتها نص نهار. الربع ديال حياته دازا طواجن وبراتي في القهاوي ديال لاكارد ميدي، من بدا مع الحراقة وعيش حياة بسيطة ولكن شبعانة سعادة. وخا كان مقاس كانت باينة فيه ظريف وسرابسي. قال لي راجع من بلجيكا باش ريكيبيري طونوبيلتي، خليتها في المغرب كثر من 6 شهور ودابا خاصني نخلص عليها. عاود لي واحد البلان هو اللي ضحكني بزاف، كان باغي تمغطى على الديوانات المغرب باش يخرجها بلا ما يخلص البروسي. وهذاك البلان باش يطيح عليك خاصك تكون شبعان شوماج ومهرسة وماركيز. ملي خرجنا من المطار حلف علينا ما ناخذو طاكسي، قالنا غنوصلكم حتى لوطيل اللي بغيتي تمشيو ليه، ولا كان شي مشكل مرحبا بكم في داري. ركبنا في واحد الشاران كلها مسخسخه موديل 2003، الاشار ديالها داز ياما التلفازه باش كان عند الكابو، ولكن كانت مهيبه هذيك البلاكه تاع بلجيكا. وصلنا مسكين حتى الموفن بيك، واحد لوطيل 5 ديال النجوم جا في السونتر ديال كازا. وقبل ما نتفارقوا خلى لي الادريسه ديالو في بروكسل، كان سميتو عبد المولى. الريزرفاسيون ديال لوطيل كانت في سميت واحد الشركه يوريك وين سوليشن، والريسبسيونيست كان وجود ديال شي نصا. الصباح تيطابيو في الكلافي وعيني تيدورو على اللي داخل واللي خارج، باين كان عنده مع الفقيره و تيشدها كل نهار تتركل في يديه. يلا بغيت نسولو على الكاوري والمغربي، ودار راسو بحال ما سمعنيش. عيط على واحد جوج لابسين بحال على الدين، هذاك مول المصباح، قال لهم طلعوا هاد الباجاج لا شوم 24 و25. ودار عند واحد جوج المانيات، طار معاهم واحد الالمانيه مضبوطه لاكسون ديال شتوتغارت، شرح لهم فين جا السونتر وعطاهم لاكارت ديال المدينه. مني خوال الكونطوار قرب عندنا بشويه، قالنا الفرنساوي باقي ما وصلش، والمغربي بات هنا البارح ودار تشيك اوت ديالو هاد الصباح، رجعوا عندي بالليل ونعطيكم دي رونسينيمون جداد. يلا غمس يدي في جيبي هو يتلاها لا، قال لي تهلاو في اصحابكم اللي جاوا الصباح. طالعين انا وفيكتور وما فاهمين شكون اصحابنا، ما زعمناش نسولوه، ما بغيناش نبانو قدامو دمادم بحال شي جوج قروده هربانين من جامع الفلا وما فراسهم ما يتعاود. دخلت الشومره ديالي وتكيت في الناموسيه على ما يطيح الكابو، ما يمكنش خرج في هاد الشوم. وبقيت خالقه مع واحد المسلسل بوليسي قديم ومغبر بين عودته الاولى شي 40 مره. المسلسل مثل في ميغري يا مات كان باقي طياح وبوبوس، والمشاكل اللي كانوا في التصوير ديال الفيلم قود من الانتريك اللي باغين يخلقوها. هذا نص ميكرون صاف القن ديال الكادر والرفلي ديال الجاجه ديال القهوه بينا اللي كيبدا التورناج كامله ومجوقه على البشر. والواعر في هادشي كامل هو البطل ديال الفيلم سي ميغري، حال عليهم واحد القميجه وسدان مزغب مطيح الدريات ديال الكاستين كاملين، وماشي بعيد شي جنيات ما تفيلماوش حتى هما.
سمعت الدقان مع السبعة ديال العشية وكان فيكتور. قال لي نزلت عند الريسبسيونيس وباقي ما جات شي خبر. لبسنا حوايجنا ديال الصيف وزلنا نضربوا دورة في كازا. ملي خرجت من الاوتيل ضرباتني واحد الريحة زوينة، الريحة ديال المدينة اللي تولت فيها. واخا بزاف ديال الحوايج تبدلوا، عندهم علاقة مع الحداثة والبني، ولكن كازا تبقى بحال شي طابلو ديال الموديغلياني تتشوف فيه وتبارك. ولكن كاينين شي حوايج غير زايدين ما تتفهمش لاش حطهم الرسام. تتبان لك بنت لي كونتينونتال دايزة بشوية مشارع الزرقطوني، وموراها هدية كارو عامر بالقوالب ديال السكر وطالعين فيه عباد الله تيشطو. كيفاش هاد جوج انواع ديال الناس مقاسمين نفس الثقافة والعادات، وكل واحد عايش لهيد ديالو، واللي استبقى طويلة في هاد التناقضات. تقدر تعيش 50 عام في هاد المدينة وعمرك ما تفهمها، وكما قلت بحال شي طابلو سورياليست بتات خاص تكون فنان باش تفهمو. نرجعنا للوطيل بالليل، يلا وقفنا قدام لاسونسور ويبعت عنا الريسبسيونيست. ما دارش الحس، وقف علينا فحال شي حنش بوسكة. قال لنا صحابكم تيتسناكم في البار، تبعوني غنوصلكم عندهم. اول مرة تنشوف شي واحد ضارب صباط ديال النعل وما تيديرش الحس مع الجليش. وصلنا حتى الباب ديال البيانو بار، قالنا الطابلة الاخرى مرة الكونطوار ورجع للسيرفيس ديالو. هادوك الجوج اللي كانوا جالسين عمري ما شفتهم، من الفاتشة ديالهم ما بينيش مغاربة. ناط فيهم واحد وسلم علينا، قال لينا انا سميتي يوري كوين وهذا السكرتير ديالي، صيفطني دون تيستا باش نعاونكم في الميسيون ديالكم. الخدمة ديالي هي نلقى الناس اللي مضرين ونعطي لي رونسينيمو عليهم. المغربي اللي تتقلبوا عليه طلع للشمال، عنده فيلا في الريف خارج على المدينة ديال شفشاون، هو اللي تيحكم والفرنساوي واحد من البياطق ديالو. قال لينا داك السيد ما فهمنا فيه والو، هادي 5 سنين كان خدام هنا في المغرب وخدام ب1200 درهم، ودابا الكونت ديالو في الكارايب فيه 120 مليون دولار. من رجع للمغرب قلب على الناس كاملين اللي تعرفوه، داكشي اللي سكن في الشمال. دابا باش تاخد رونديفو معاه خاصك دوز بزاف ديال الوجوه. غادي يريح 4 ايام في الفيلا ديالو ومن بعد يطير لوزان في سويسرا. الباليزه اللي تتقلبوا عليها فيها دي كود دو لونسمون دو ميسيل، دي ميسيل باليستيك موديل RS-24 موبيل 4 أوجيف، تشفروا من لاباز ميليتار روس اللي جات في كازاخستان. وهاديك لاباز تحت المسؤولية ديال واحد الجنرال سميتو إيغور إيفانوف. طلب ليه المغربي 5 مليار ديال الدولار باش ما يبيعهمش للميريكان، وخاصة السيرفيس ديال السي. ملي درنا لوكيت ديالنا لقينا لافير ما داخلاش فيها المنظمة تاع ديدار، والمغربي لاعب صولو باغي يضرب بيلانتي، وبيلانتي ديال العمر قبل ما يقبل. الجنرال إيفانوف ما عندوش هذيك 5 مليار وما يقدرش يبدل لي كود ديال لونسمون، هادي افير ميليتير خاصو يعلم لي جينيرو كاملين، والقضيه تقدر توصل حتى الرئيس ديال روسيا. ولا تحلات شي اونكيت عيطيرو ليه راسو، يا على الاهمال يا على خيانه الوطن. الجنرال بقى فين يحط الراس، والوحيد اللي خسر هو بيريسترويكا، اكبر ترافيكون في روسيا، باش يخرجوا من هذا المشكل الكبير. وبيريسترويكا طلب من المافيا ديال شيكاغو هي اللي تحل هذا المشكل بمعرفته، حيت هما اللي تعاملوا مع داك المغربي المره الاولى، وتفاري لهم هاد لافير في اقرب وقت وباي طريقه، يا بالفلوس يا بالقرطاس. المهم يخرج منها الجنرال سالم، وهذوك لي كود ما يطيحوش في دلاسية ولا اي منظمه اخرى. قال لنا يوري كوين اطيرو غدا لطنجة، ومن طنجة غاتحركو لشفشاون. الفرنساوي الطيارة ديالو غتنزل مع الجوج ويتحرك ديريكتو مول الفيلا تاع المغربي. خاصكم تشقموه في الطريق قبل ما يوصل، ولا ما كانش معاه الباليزة. هو يبقى ساكت، يوري كوين ما كانش عنده مع العنف. قال لنا ديروا داكشي اللي خاصو يدار، كيفاش يموتوا البلاصة اللي يتسن فيها، هادي خدمتكم ما بغيتش نتدخل فيها. المهم خاصو يغبر ليه الاثار. وبالنسبة للمغربي أنا أعطيكم تعاليم كاملة منها توصلوا تماك، حط لينا كلشي في الطابلة، سلم علينا وتحرك مع صاحبه. مني خرجنا من البيانو بار ديال لوطيل بان ليا الريسبسيونيس من البعيد تيعير وتيسب في الديريكتور ديال لوطيل، والمدير حاضر عينيه فحال شي سبانة ديال الموقف. قالت لها الزمان وخرجت تدبر على راسها.
انا قربنا عنده بدلو وجهو فحال شي جن. قال لي هي الاولى ساعدت المدير غيكون هاني السيرفيس ديال نيتواياج غيكون مع السبعة ديال الصباح. تبعنا الريسبسيون ما فاهمين والو. قال لي درت لكم ديجا تشيك اوت غدا نعطيكم لي بي ديالكم وتوصلكم طوموبيله حتى للمطار. بون شونس على فيتا لا مورتي. من بعد فهم بلي لاشين ديال موفين بيك ماروك كانت ديال بنجي تيستا وحتى داك الريسبسيونيست يحكم في العباد كاملين. اي حاجه تخص لي زوطيل تدوز تحت يديه هو اللي تيونجاجي لي ديريكتور. وفهمت علاش ما بغاش يشد الفقير انا الاول. بنادم تيلعب بالملايين بكوستيم ديال الريسبسيونيست. الفيلا ديال المغربي جات فوق واحد الجبل من البعيد تيبان خاسر بزاف ديال الفلوس على الحراسه. كاميرات في كل جهه ودي غارد اش 24 تيتبدلو كل 12 ساعه. لتحت ديال الجبل كان فيلا صغير دارين بيه بزاف ديال الحقول ديال المزيانه. كان واحد من الفيلاجات اللي تبوق القاره العجوز. من حطاتنا الطياره هزنا واحد الشيفور بكاميونات سيتروين غتحلات الباب ويتفوح منا ريحه الزطله. تكيف طرف من الكوسان تبوق ضربينا الطريق بزاف هذوك الجبال توصلنا لواحد الدوار قريب لجهنم. الترمومات كان معلق 46 درجة. الدوار كان خاوي وبين تيتولدو فيها الذكورة. الحس ديال شي فولار ما شفناش. وقف سيتروان قدام واحد القهوة هي واخا كانت تتبان سادة ولكن كانت محلولة. جلسونا وحطو لينا جوج كوكات باردين من الحجم العائلي. وقبل ما يديماري الشيفور قالنا راه علمنا الحاج غيكون عندكم من هنا 10 دقايق. نزلنا على هذوك الكوكات فحال رحمه الله فداك الصهد اللي كان ضارب تماك. ويلا بغيت نشعل واحد الكارو ويتوقف واحد 4x4 رونج روفر باتي حرسو بها تماك كلها كانت مغبره. نزل منها واحد السيد كبير في العمر ورقيق كان حاجه بالسميه شبعان كله وشامات وشاعل الجوال. فمو كان مظلم ساكنين فيها ثلاثه السنات. عرقف علينا وهذيك القهوه ناطفه الرواج كانوا كلهم ناعسين في السده لداخل وتسمعهم تقولوا نوض نوض الحاج وصل. سلم علينا وبقى تيشوف فينا قال لنا وصلنا عليكم ناس عزاز اشعب الخاطر. القهوه اللي كنا جالسين فيها ما فيها لا باراسول لا سطيح تتقهوى تحت هذيك الشمس منك المولاك. بان لي واحد الكلب مقتول بالصاد تحت واحد الضليله. من عيني تيبان مسكين تاهو طريت معاهم في هاد البلاد ملبدا وصابر على محايلو. عرفت هاديك الساعة الباراسول مصالح لتا شي حاجة. ويلا عوش حشباني باش ندخل في الموضوع مع الحاج. ويا تبان لنا واحد الكات كات ديال الجوندار طالع للفيلاج ودايرة موراه عجاجة ديال الغبرة. قراوة قدام القهوة ونزل منا واحد الشاباكوني كانت لابسة واحد الكسوة وغادا بيجيتنا. صاحبو بقى في الكات كات يشوفها من البعيد تحت واحد الريبان كحلين داير فيها داك الشي ديال لي رانجرز. بينا يكون الشاف ديالو مصيفطو يشوف واش كاين ما يتفيل ويعرف اش تماك. سلم علينا الجوندار وقال الحاج واش كاين ما يتقضى. كانوا عارفين من تيجي البراني الفيلاج ما تيطلعش لهاديك الكوديه باش يشري القمح. قال لي الحاج ما تشوفنيش مشغول دابا صافي غيسير تنزل عندكم البوس من الباب. دار هذاك الجوندار مضرب على الشاف ديالو في الطوموبيل وبقى مكوفر قدامنا ما بغاش يتحرك. قال لي سي الحاج راك عارف خاصنا نديرو خدمتنا وتابعينا اجراءات ومشاكل وراك عارف اي واحد يطلع ضيف عندكم خاصنا نعرفو شكون ولا جاي. شاف فينا وقال لنا مرحبا بكم في الريف هذوك البطاقات الوطنيه الله يجازيكم بخير. الجوندار فهم بلا ما كان ما يتسمصر هذيك الساعه وبغى يدير خدمته بحال شي سويدي. وقف الحاج كاعي وجهو مكمش كلشي تيحترمو في المنطقه. والجوندار مصغرو ورخصو قدام ضياف ديالو قال لي عطيني واحد دقيقه وتاخذ البطاقه دابا. هز الحاج التليفون وعيط لواحد النمره. بعد شويه بقى تيهضر مع شي واحد باينه يكون واصل كنا تنسمعو سيدي ومولاي. وفي اقل من 40 ثانيه سمعنا التخرشيش في الراديو ديال كات كات هذاك الشيء ديال واحد جوج برقيه مفهومه. وفي وسط هذاك التخرشيش سمع واحد الصوت غليظ خارج من هذاك الراديو تيغوت اش ديروا تماك يا ولاد الكلاب كلشي رجع للبوست وحسابي معكم من البال. طار هذاك الشاف من الكوسان ديال كات كات هذاك الشاروخه اللي كان دار من ضاضر عيط لصاحبه قال ليه رجع الله ينعل بوك الطوموبيله
اش داك تهضر معاهم؟ يا قلت لك تدخل جيب جوج كوكات باردين من القهوه. الشاف تخلع وتزرى وقلب البردعه كامله على الموتشو ديالو. فهاديك لقيتها كان دايزه واحد المزاك حدا مزا رقيقه مسكينه فعال عظام. هز الحاج بحال شي خنشه ديال السكر ولا حالهم في الداخل ديال الكاتكا. قال لهم هذا جدي عليكم وديما راهو الكاتكا بهاديك المزا وخلاهم راهو مع الغباريه. قدام هذاك المنظر كنت غنتفرقع بالضحك، ولكن بقيت حابس الضحكه. الحاج كان مكشكشا وتضرب واحد جوج سباسه مزيانين. عاد تكلم ورجعنا للموضوع ديالنا، شرحنا لي لافير اللي جايين عليها كامله. قلنا لي الفرنسا هو يطلع الجبل بطونوبيله مع جوي السبعة ديال العشيه، وماشي بعيد يكون هاز معاه واحد الباليزه هي اللي جايين على قبلها. الاوامر ديال المافيا واضحين، الفرنساوي خاصو يموتو تدفن في هاد الجبل قبل ما يوصل للفيلا ديال المغربي. وغير دويت على الموت هو يبان لي الحاج تبدل ليه وجهه. البيزنس ديالو كان الكوالا والطبيصله، وهادشي ديال القتيلات يشوفها في الافلام ديال هوليوود. قال لي فيكتور انت خارج من هاد اللعبه وحنا قادين بشغلنا. المافيا خلصتك على جوج حوايج، على ود السلاح والهيبه اللي عندك في هاد الجبل، والخدمه الموسخه كامله غنديروها حنايا. وما تهضروا، وانا بقيت نشوف الناس اللي دارين بينا. كلشي كان تيتسنط ويقول لي الحاج ما تخافش، هادو كلهم ولادنا، ذبح وسلخ كيما بغيتي في هاد الكوديه، وعمر كلمه ما تخرجش من هنا. جابوا لي واحد السبسي عامر ضربوه بالزربه وناض من الطاوله وقال لنا تبعوني. نزلنا مجموعين لاكاف ديال القهوه، كانت مظلمه وشعلة واحد البوله صغيره هذاك الشيء ديال السونديز. زاد ظلمات هذيك لاكاف، جر الحاج واحد الماريو وموراه كانت باب صغيره، وبدا يحيد بزاف ديال الخاويات ديال المناضه. وفي الاخر جر واحد الصندوق باين ما تحلش هادي 10 سنين، كان كله مغبر ولكن عامر سلاح. ضربت على الصندوق بانوا ليا بياسات زوينين، ثلاثة ديال البيستولي 16.8 ملمتر، أربعة ديال البريتا بي إكس ترون 9 ملمتر، ومترايون موديل إيزي صنع إسرائيلي. وفي وسط العرام كامل كانت مكسلة واحد الأكا 47 ميد إن تشيكوسلوفاكيا، كانت مغبرة ولكن عمر ما استعملها شي واحد. دوس عليها واحد الشيفونة وهي تعطيني الكروم ديالها المعلية في عينيا، وتا لاكروس ديال العود كانت باقا جديدة. صاحبي فيكتور تكى على هذاك الأوزي ميترايون، وأنا خديت محبوبات الجماير 600 قرطاسة في الدقيقة تدير خدمتها في الغيس والتلج والشتا، وعمرها ما تعتبلوكا. البلان ديالنا كان ساهل، قالنا الحاج في العشية قليل ديال الطونوبيلات تيطلعو للجبل، وغير يوصل لفرنسا ويل تحت أي لونسيرو لينا الناس ديالنا في الراديو. غنحطو ليكم شجرة في وسط الطريق، وغتكون في شي بلاصة بعيدة على الفيلاج ومخبية مورا شي فيراج، واخا تيرو ما يتسمعش القرطاش مزيان. ومني تساليو خدمتكم الناس ديالنا غينزلو كاميو وغير موركيو الطونوبيل كلها غادي طيموطا وتحرق من الناس اللي فيها، ومن بعد نصيفطوها للبريسا باش تعجن ويغبر لها الاثار. ارونج الحاج كلشي مع ليكيب ديالو، ونزلنا انا وفيكتور النص ديال الطريق نتسناو الكليان ديالنا. مع جوي 46 دقيقة بات لينا من الفوق واحد الاكس 3 بي ام عافطة في واحد الفيلاج. تخبينا نو فيكتور في الربيع وقطعنا الحس. مني وقفت الطونوبيلة قدام الشجرة نزل منها الفرنساوي وكان بوحدو، بقى تيشوف فيها ومعجب. يلا جبت التليفون باش يعيط. رجعت هذاك الباين فحال شي اركاد ديال ماني الكومير، تعوجات كاملة بالكاليبر الكبير، تخوفها دو شارجور ديال 39 ملمتر. عينا ما نقلبو على الباليزا وما لقينا والو، كان غير واحد الصاك ديال الحوايج في الكوفر، وكوستيم كان معلق في الجاجة، كلو تقب من الفوق، والسروال ديالو ولا شورت. خمسة دقايق من بعد نزلو الكاميو وطلعو فيه هداك الشي اللي بقى من الباين، باشاو الكاميو كامل، ولاحو فوق منو الألف ديال البقر، وحنا جمعنا ليدو كاملين. ديال القرطاس اللي بقاو في الارض، ومن بعد ساعه ديال الخدمه تنقاد الدنيا بحال ما طرا والو. السلاح اللي استعملناه صيفطو ديريكتومو عند واحد الحداد باش يدوبو ويغبر لي الاثار. الميسيون الاولى ديالنا دازت في احسن الاحوال، كانت خدمه ديال ليبرو. الليله الاولى في الريف
دوزنا افضل الحاج. الا ما يجو اوامر جداد. الدار ديالو كانت تبان عاديه من الخارج، ولكن عاد تدخل تجيبك الله فحال داخل لوطي المامونيه، باين جايب شي فراساوي فحال داك اللي طرقنا هو اللي قاد لي الديكور. جلسونا فواحد الصالون كبير قد تيران ديال ارسونال، وتحطوا لينا العشاوات ما تشاو الانفس من النعمه. الناس ديال المغرب معروفين بالجود وإكرام الضيف، تهلاو فينا مزيان. ومورا العشاء تجبد الماتريال. صاحبي فيكتور كان عنده معندي غوسبور، ما عندوش ما تعشات، تكا فواحد الكنابي وبقى تيتفرج فواحد البرنامج، برنامج ديال الحيوانات مدوزينو في تيليسينكو إذاعة سبليونية. وأنا واحد الإنسان مأدب بزاف، جاتني حشو من رد النعمة على السيد اللي مضايفك. بقيت نضرب السباسة مع السي الحاج، تضربني حمار لي ألا ما تعاودو الكيف مزيان، تيوكل وتطيح السكر. وجات ناقصة يكبرو بك الناس ديال الريف وتقول لهم عندها مع الخبز. الغد ليه يلا تحت الفطور مع تسوت الصباح، ويدخل واحد من الموتشوات ديال الحاج، قال لي طلع واحد الكاتكات من الجبل، راك فيها واحد سيد بوحدو ما بيناش فيه مغربي. بقينا تنشافو بعضياتنا، ما كنا تنتسناو حتى شي واحد. الحاج قال لي اجمع الدراري قدام القهوة وحنا جايين. 45 دقيقة من بعد وقفات واحد جالس قدام القهوة، كان يوري كوين الجاسوس ديال المافيا وجاي يشوف فين وصلنا. ملي جلسنا في القهوة يوري هضر مع الحاج بالدارجة ديالنا. صدمني في الأول، قلت فراسي باين عنده شعر قديم في صويرة، ومن بعد عرفت بلا كان يهودي من عندنا، واخا تولد في إسرائيل. والدي ما نساوش خير المغرب عليهم، كبروه بلغة جدودهم، والدارجة كانت تاني لغة تعلم بعد العبرية. واخا ما حضرش معنا البارح بالليل، كان عارف الماريطة ما كانتش في الطنوبيلة ديال الفرنساوي. هذا يوري كوين تواصل خانزي ديال الماسونية تجبدهم، ما يحاش في أفير سهلة في حلادي. قال الحاج انت كلشي تحترمك هنا، وهذا كل بلادك للفوق في الفيلا، هاي كنت يعرف بلا كلمتك مسموعة. بغيتك تطلع عنده اليوم بالليل، قول لي شي ناس يتسالو كريدي قديم وجا الوقت اليوم باش تخلصو. الا دار راسو ما فهم والو، قول لي كوزان اوسترا والمساكر ديال الفاميلا ديال هانس فاغنر. واخا الحاج ما فهم والو فهاد الهضره، قال لينا شنو بغيتوني نطلب منو. جاوبو يوري كوين 45 دقيقه من وقتو، نشرحو لي الغيس اللي حط فيه رجليه وكيفاش يجبدها نقيه بلا ما نقطعو عليه. مع جوي 9 ديال العشيه كنا عند المغربي في الفيلا ديالو. جلسنا في واحد الصالون كله جاج، تتشوف الجماليه ديال الريف اون تروادي، وجبد واحد القرعه ديال الكونياك 20 طونداج تيشربوها الامراء وجيمس بوند، حلا بواحد لاكلازيا فروكسيناترا فيها ماتو، وكب لينا ثلاثه كيسان. المغربي كان دار كوستا صيفي خفيف ومجوج مع واحد الرولكس بمارينا كلها دايره بالحجر، يا ما يقاد فيها في يديه باش نشوفوها. قال صاحبتي دخل يرتاحي لداخل، وتلاح فواحد الفوتوي رجل على رجل، بقات يتلمس في هذيك المكانه ديالو. وقال لينا لا جايين، اللي بينو بين المافيا سالها هادي سنين، وعمري ما تدخلت في لي زافير ولا البيزنس ديالهم، لا جايين برسطيني في بلادي. بقات يشوف فيه يوري كوين، كان عارف دوسي والتيتر ديالو. واحد هادي غير 5 سنين كان سارق الكونيكسيون للجيران ديالو، ودابا لعبها 007. يوري كوين ما كانش عنده ملعون، ولكن تعرف يعنف بلسانه، راوي بزاف على دونتيستا والويجي بريطا. قال لي المشكل توقع فيه الناس في حالك، سميتو جنون العظمه. واحد كان تيقمش على 400 مكمشه في المقاطعه، ولا باغي دابا يتفاوض مع اكبر مافيا في العالم. كون بغاو يتفاوضوا معاك كون جاوب رجليهم عندك. حط لي يوري كوين قرطاسه في الكاس ديالو، قال لي عندك رونديفو نهار 2 مع 4 ديال الصباح فهاد الادريسه، كانت المصبانه ديال بروكسل. قال لي الا ما كنتيش في مصبانه برونتو مع 4 واخا تصاوب وجه شينوي وتخبى في وسط الرهبان ديال تيبي، انا غادي نلقاك شي نهار والمافيا غادي تنحيك. تمتع دابا مع المخيره ديالك، باقا لك 48 ساعه. اخر نهار ديالنا في الريف دوزنا مع السي الحاج، ضرب بينا جوله في العالم ديالو ورانا الخيرات ديال البلاد وجودة المنتوج.
دخلنا لواحد الكراج كبير، خدامين فيه شي 30 صنايعي كلهم بين 20 و 28 عام، من خيرات الشباب المغربي. شي تيسوس في الكيف وشي خدام في البريسة، ماكينة عبر وخشي تحت الماكينة، ومن جهة الأخرى تيخرجوا الكوالا بالطومبون ديالهم. كلشي كان ناشط في هداك الكراج، وشاعلين واحد الرويدي وتيغنيو بحال خدامين في شي تعاونية ديال زيت العود. خشى الحاج يدي في واحد البانيو كبير وجبد لينا واحد الكمشة مزيتة، بقى تيلعب بها في صباعو فحال شي عجينة. قال لينا ملي ترجعو عند البوس ديالكم قولوا لي لا بغى البيضاء، مرحبا به في الريف، تمن زوين ونوصلو عليه حتى لطريفة. شالت واحد الماربورو وبقيت نشوف هاديك الكوالا مستفين. قلت لي الناس اللي خدامين معاهم ما عندوش ما تعشبت، مشاكل اكثر من فلوسها وما تخدموا في هذاك الشيء الصلب. هاد البيزنس بالنسبه لهم بحال الحتيشي في خياط ديال الدجاج اللي شي سبع فيه 200 كيلو، غادي غير يبرسطو ولا يحل لي بين سنانو. هزيت واحد الحفله من هذاك البانيو وبقيت نشم فيها ريحه البلاد. قلت لي انا وصاحبي عندنا مع الفخاد ديال الدجاج، ولا بغيتي دير معنا لافير حنا موجودين. بقيت يحك فراسو الحاج بحال متردد، قال لي الصراحه انا ما عنديش المشكل، ولكن واش هادشي في خبر الناس المخدمينكم؟ ما بغيتش يجيو عندي شي نار هنا ونوليو في شد ليا نقطع ليك، هادي راه المافيا الخوت. رديت هذيك الحفنه للبانيو وبان لي الحاج باغي يبيع ويشري، ولكن كان شبعان تقلقي ديال الكوميساريات، نورمال باغي يعرف معامل. قلت ليه لافير اللي جينا على قبلها راك شفتي بعينيك كيفاش سالات، والناس اللي خدامين معاهم بينا وبينهم كونطرا وحده، هاك مد احمد سير طفي بنادم ورجع تخلص وسالات تماك. وهذاك خونا اللي معلق فوق الجبل في هذيك الفيلا غيعلقو في بروكسل من هنا 48 ساعة، والميسيون ديالنا مع المافيا تسالي تماك. قلت ليه البيزنس ديالنا بغيتو يبدا برونتو السيمانة الجاية، ولا بغيتي توكل على الله فلوس كيوصلوك حتى لدارك، وصيفطو الناس ديالنا يهزو السلعة وكما قلتي من طريفة. الحاج كان تيعبد الله خمسة المرات في النهار، وبعض المرات تيزيد شركيعات للعملة الصعبة. قالنا الا خلصوني بالاورو ما يكون خاطركم. تفاهمنا معاه وما لقيناش معاه المشكل، وسيتو على الثمن ديال السلعه والترونسبور. ساسي دي وسلم علينا وتفارقنا مفاهمين ومراضين. قبل ما نرجعوا لبلجيكا ضربنا واحد ستوب في كازا، عيط عنا الريسبسيونيز ديال موفنبيك قال لنا ما تطيروش لبروكسل قبل ما تدوزوا عندي هنا للوطيل، عندي ليكم الجديد. من وصلنا عنده قالنا تبقاو عندي ضياف يومين على ما ترخف القضيه. شفنا فيها نو فيكتور متعجبين، قلنا ليه اش طاري؟ قال لنا الدنيا مرونه على قبل الفرنساوي اللي مات في الجبل. من يدخل المغرب من طنجه ما جاش بوحده، كانت مع مرتو. قال لها نقضي افار ديال 8 سوايع في الجبل وارجع عندك للوطيل، ومن تماك ما شافتوش. عيطت في الاول الباترون ديالو المغربي مول الفيلا اللي مشيتو عنده، وقال لها راجلك ما شفتوش ملي تفارقنا من لوزان وما تيجاوبش دابا في التليفون. هذيك الساعه حسيت بشي حاجه ماشي هادي، وتحركات عند البوليس ديالنا. قالوا لا ما عندك لاش تخافي، المغرب بلاد الامن والامان، غيكون مقصر في شي بلاصه، رجع عندنا من بعد 3 ايام حيت ما يمكنش نحلو محضر على قبل واحد غبر قل من 24 ساعه. خرجت ماتو تبكي من هذيك الكوميساريه، عارفه راجله ما خدامش في ليزاسيرونس ولا في شي بانكا، الحرفه ديالو كلها ريسك ويقدر يطير ليه راسو في اي لحظه. عار خرجت مع عند البوليس، هزات التليفون وعيطات للمنظمه وشرحت لهم كلشي، الشنطه اللي فيها لي كود ديال الرواسه والبيزنس ديال راجله مع المغربي. تحركوا ديريكتومون التليفونات وتليفونات من الدبلوماسيه ديال فرنسا، نوضوا الروينه على البوليس ديالنا اللي عنده شي كسوال بسوالي واخا كان كونجي، وتعطاو اوامر جداد يتفلى المغرب كامل بحال شي راس فيه القمل. المشكل كبير في هاد القضيه، واخا كو كان راجل عايش حكمات عليه بالغباء ديالها بالاعدام، وشرات صداع المغربي مع ديدار دوز اجون صغار في منظمه عالميه، لاعبين رجيلهم مدوزين باسات بعضياتهم ومدوزين الدكاكه على اكبر فرع ديال الماسونيه ديدار. الفرنساوي ديجا تهنى
شبع موت في الأرياف المغربية. أخونا مولفيلا عنده جوج حلول، يا يتلاح تحت رجلين المافيا في حال شي ولية باش يحميو، يا رجع عند ضيضاد يحاكمو على الخيانة وبالطريقة ديالهم. هادوك عبادة الشيطان مسطين، يقدروا يمشيو معاه بعيد في التعذيب قبل ما يقتلوه، ولا يطبقوا عليه شي موتة ديال العصور الوسطى. قال لنا الريسبسيونيس غادي ديرو كازا لاس بالماس، لاس بالماس بروكسل، باش نحيدو الشك. قالنا قبل ما تطيرو يوري كوين بغى يشوفكم، وبغى يشوفكم ضروري. عطانا جوج تليفونات وقالنا من الاحسن دوزو النهار كامل الخارج، سيروا شوفوا الناس تعرفوهم هنا في كازا، ورجعوا بالليل باش نعسوا في الاوتيل. انا ما دخلتكمش في السيستم حتى يقدر يجي عندي البوليس ويطلب لي الليستة كاملين ديال الناس اللي نازلين عندنا هنا في الاوتيل. سلم علينا وقالنا غنعيط ليكم ملي يوصل يوري كوين. خارجين من لوطي تحت هذاك الشميشه ديال كازا، الجو تقاد مزيان وما بقاش هذاك الشوم اللي جينا فيه. نزلت لا طومبيراتور حتى 26 درجه. خدينا واحد الفروج حمر وطلعنا العين ديال، وريحت انا وفيكتور في واحد لاطيراس عاطي على البحر في لاكوت. يلا بدينا تنهضروا في البيزنس، البيزنس المستقبلي مع السي الحاج. ويطيح لي واحد الوريقه من البسطام ديالي، كانت لادريسه ديال هذاك السيد اللي تلاقينا في الايروبور، السي عبد المولى. غير شفتا جاتني الضحكه، خلى لي لادريسه والتليفون ديال بلجيكا. عيط لي على الله، قلت غيكون قالب النمره ديال المغرب، والتليفون طحت فيه شاعل. صونا ثلاثه ديال المرات وانا سمعت تخرشيش ديال شي جره مشي كازيه لاتاي ومروا الو بونجور. ما قدرتش نحبس الضحكه، بين عبد المولى كان حاضر لا يعيطوا ليه الشوماج من بلجيكا وديما على القرص. سلمت عليه وقلت لي انا وهذاك السيد اللي تلاقيتي معاه في الايروبور. وقبل ما نكمل هضرتي قال لي هي الاولى، فين تنجي نهزك دابا؟ عبد المولى كان سرابسي درابو تاع الرجوله تيفرفر من السما الزرقاء ديال كازا حتى السما الرماديه ديال بروكسل، اللي تعيط عليه تمشي بخاطرو. انا صراحه ما كنتش محتاجو في شي حاجه، بغيت نشوفو نضحك معاه شويه وندوزو شي وقيته زوينه، ولكن السي عبد المولى واخا ما تكونش محتاجو غادي يسربسك شي نعرف شي حاجه، هذاك السيد ميسر من عند الله. يلا سالينا القهوه، بغيت وقف واحد الشاره الرماديه كلها تتشعل، بين داس تحتيد شي طروري حريفي وزادت بوكسات هذيك الطارقه ديال بلجيكا. سلمنا عليه وقلنا ليه جلس تشرب شي قهوه. قالنا صحاب لافازا ما عنديش معاهم، قهوته معيانه، غاديكم تشربوا قهوه ديال بصح. طلعنا في هذيك الشاره كانت كلها معاودة من الداخل، جي بي اس، الكوير في الكحل، خينا هاديك 320,000 كيلومتر اللي معلقة في الكونتور. قال لي ما ديش على الكيلومتراج، الشاران عفاطة وطحنت جوج طاكسيات بيضين. وبقات يشكر فيها فهاديك الطريق كاملة توصلنا للمخفر ديالو، المدينة القديمة، القلب النابض ديال كازا. عبد المولى من تيجي للمغرب ما تيفوت الصور ديال المدينة القديمة، تيخرجوا منها شي طولوري في درب السلطان ولا شي ديربي ديال الرجاء والوداد في دونور. ريحنا في واحد القهوة صغيرة مفصلة على المدينة القديمة، فيها جوج طويبلات وستة ديال الكراسة، ولداخل واحد الفليبر قديم هذاك ديال بونتيرا ما شفتوش ملي كانت عندي 14 عام. ناض عبد المولى عاد مول القهوة وبدا تيشرح ليه كيفاش خاصو يسرى، بحال يصاوب طنجية ديال الغنمي ويا بوطونة تتورك عليها تتخرج لك طاسه ديال القهوه. دوزنا واحد الساعه كلها نشاط وسعاده، ما كاينش اللي ما تيدوز وما تيسلمش على السي عبد المولى. وعاودنا المغامرات ديالو كامله في المغرب قبل ما يحترف في الدوري البلجيكي. اللي ضحكاتني بزاف هي الحوينيته ديالو اللي كان تيباع فيها بانيني تحت دارو. اللي بغى يعرف هاد القصه الخوت يمشي يشوف الحلقه الخاصه ديال عبد المولى، غنخليها لكم في الديسكريبسيون. واللي بغيت يتعرف على عبد المولى اكثر يتفرج في سلسله الحراق العنيق، حتى هي نخلي لكم الحلقه الاولى في الديسكريبسيون. مع جويت ثلاثه العشيه نضنا من هذيك الطابله وبني سلمت عليه شد ليا في يديا، قال لي باين فيكم جايبين روحكم بالجد، ما محتاجين حتى شي واحد، ولكن خوك عنده 48 عام ما بقى لي والو نسقر، بني تريح مع شي واحد تنعرف بين اللي خاصه 200 درهم باش يحضر طريفه وطابه وكوكا، وبين شي ناس هازين مشاكل كبار
مرحبا بكم عندي في داري، كما تتشوفوا فيها ثلاثة ديال ليزيطاج ومخلصها الشوماج والسي بي اس ديال بلجيكا. يلا بغيت نقول لي حنا راه مريحين في اوتيل 5 اطوال، هو يحبسني قال لي بالرب لا تحرك شي واحد، ماشيين وبيتين عندي هاد الليله، واش بغيتي تضحكوا عليا مالين الدرب؟ ايقولوا جايين عنده عشرانهم من بلجيكا ومصيفطهم مع ثلاثة ديال العشيه. بقينا ساهرين الليل كامل، المدينه القديمه عندها الطقوس ديالها، وموضوع تيلو حنا في موضوع، تلقينا راسنا في الريف. طلع عبد المولى تيعرف بزاف ديال الناس تماك، واحد يلا تلاقينا مع ثلاثة السوايع في الطيارة، غيولي من بعد داخل معنا في بيزنس كبير ومراع الرام ديال الفلوس. السي عبد المولى كان خدام فيها، تيعرف شي شوافرية ديال الكار في بلجيكا، تيديرو كازا باري بروكسل، كان لي بغا شي حاجة تيجيبها ليه مع الشيفور. كان خدام صغير على قدو كما تنقولو، تيدمق مع الوقت. قلت لي احنا ما عندناش مع التفرتيت، صاحبك مول الكار لا قدر يدخل 50 كيلو، عندك انت ويا 30% كل شهرين. ضرب عبد المولى الحسبة ديالو في راسو وخرجات ليه بزاف ديال الزروات. قال لي اسمح لي واحد دقيقة، ويز التليفون ويعيط فداك الليل. عيط لصاحبو المول الكار في بلجيكا، قال لي خويا الحسن السلام عليكم، طبت اخويا شوماج، واش كاينه شي خدمة معاكم قريسون فداك الكار؟ وناض الكوزينة وبقات يهضر معاه شي ربع ساعة. من رجع عندنا قالنا الترونسبور من طريف البروكسل على حسابي، وانا تخرج راسهم واحد الشرجم وبقى تيغوت بالجهد على الوالده ديالو. نوضة مسكينه فداك الليل، قال لها جمعي لي الشنطه، سالات العطله ديالي في المغرب، شاط طريق البروكسل غدا في الصباح. ناسنا معطلين فداك الليله، ويلا بدات تديني عيني، ويصوني التليفون كان يوري كوين، قال لي خدمتكم ما دارتش مزيان في الجبل مع الفرنساوي، تنتلاقاو غدا ونعاود لك كلشي، دوزو عندي لوطيل موفنبيك وبغيت نشوفكم على 10 ديال الصباح. هذيك الليله نعسنا 3 ديال السوايع وفيقنا احسن صوت ديال الاذان، ما سمعتوش هذه 23 عام. واخا كان تيضرب في الحيوطه كاملين ديال المدينه القديمه، فيق الناس قلال. ضربت على الشرجم في هذيك الظلمه، بانوا لي شي رجال كبار لابسين جلالب وغادي للجامع. مني كنت نلبس حوايجي سمعت تقرقيب لتحت، باين عبد المولى ما شافش النعاس هذيك الليله، رونو الزيروات اللي دوينا عليهم. ومني نزلنا ليطاج لقينا لابس جلابه مخزانيه وبالطربوش ديالها وتسلي الفجر مخشع. مني سال الصلاه زيد ديال السما وبقات يدعي في خاطرو بحال شي واحد مظلوم وتيطلب من الله يرجع ليه حقه. قلت في راسي يا ربي ما يكونش يدعي المولى على هذاك البيزنس اللي ندخلو فيه. مني تحت الفطور تهلا فينا السي عبد المولى مزيان، المغرب كامل بالصحراء ديالو كان حاضر في هذيك الطابلة، امنوا بالعسل ديال سواسة، الخليع بالبيض ديال الناس القدام ديال فاس، وزويتها بلدية جاية من الأعماق ديال الأطلس. تنفطر وتنشوف السي عبد المولى، سيد الله يعمر ليه الدار، خالق السعادة ديالو بحوايج قلال. وهاديك ساعة تنادم معايا الحال، ما كانش عيان عمر ليه راسو بهاد المشاكل كاملين. ومني سالينا الفطور جريتو لواحد القنيته وقلت ليه بغيتك تصنت ليا مزيان، خاصك تنسى الهضرة كاملة اللي تقعت البارح، انت واحد انسان طيب بزاف وما بغيتش كل ما ضر. كمل العطلة ديالك مع ميمتك ونرجع لبروكسل، تنوعدك وعندي كلمة وحدة، غتاخد الباي ديالك فهاديك 50 كيلو ويكون كادو صغير من عندي، حتى الرجولة ديالك ما عندهاش ثمن. أول مرة نشوف عبد المولى وجهو ما تيضحكش، ناض وسط البيت اللي قاسا فيه الحاجة وقرب عندي، قال لي يا خويا العزيز وقيلا راك غلطتي في حقي، كاين فرق كبير بين ظريف وكابابل. واخا تنبان لك مولاي عندي مع الضحك والمستملحات، خوك عنده 48 عام وضارب كيلومترات كسر من طاكسي 240 بيضة. ملي توفى الوالد الله يرحمه كانت عندي 12 عام، خلى لينا غير رابوز ديال الضيقة وقنطار ديال الكريديات، وانا بوحدي اللي هزيت الوالدة وخواتاتي الصغار، وهادشي اللي خايف عليا منه. دوسهم ملي كانت عندي 25 عام، تعوكشنا معاهم غير على الدلاح وهادشي ديال البانوارات والكفف، ديجا دوزتهم وما تيخلعونيش. الا كنتي مازال بايد ديال لافير راه عطينا الكلمة للناس،
والكار ديال السي الحسن يدير ستوب في طريفه ويديرو في السيمانه الجايه كما اتفقنا. سلعت كمولاي توصلت لبروكسل وشكرا بزاف على الكادو، ولكن عبد المولاي تيبغي يجيبها ديما بدراعو، هادو راه الملاين ماشي هادوك جوج فرانك ديال الشوماج. قلت لي عمري ما غلطت شي واحد، كنت باغي نسمع منك هاد الكلام باش نكون واضحين من الاول. دخل عبد المولاي عند امو وباسل على راسه وسلم عليها. واحد الختو الصغيره فوق واحد الطابله واحد البالو كبير كله زرقات، قال لها باش قضيو على مصيفه الفلوس من بلجيكا. تحركات الشاران ديالو مع 8 ديال الصباح ديريكتو مونطاج. كانت اول مره يجي لبروكسل بطوموبيله خاويه، لا زيت العود ديال صويره لا املو ديال سوس. العشرة ديال الصباح كنا برونتو في البار ديال لوطيل ولقينا يوريك وين ديجا تيتسنانا. كان دار في 3 كيسان ديال الويسكي على الصباح. نيجلسنا بقى ساكت وتيشوف فينا، كان باين فيه كاي، كان تيفكر وتيقلب على احسن جملة باش يشرح لنا كيفاش خدمتنا ما دارتش مزيان. بقى تيلعب واحد الكلاصون وقال لنا لا عطاوني منشار، وقالوا لي سير قطع هذيك الشجرة في 8 ديال السوايع، غادي ندوز 4 ديال السوايع الاولى حتى نضيف هذاك المنشار باش نبدا تقطع. هذاك المنشار يدير خدمته بالمزيان ويديرها في اقل من ساعتين، هادشي سميتو لورغانيزاسيون دو طراباي. صيفط الناس ديالي للبلاصه اللي مات فيها الفرنساوي وتما كنلقاو بزاف ديال المشاكل عندهم علاقه مع لورغانيزاسيون دو طراباي. النتواياج تماك ما دارش مزيان، خشا يوري كوين يدي في الفيستا وجبد واحد الورقه ومعها النظاظر ديالو. قال لنا لقاو قرطاسه ديال كاليب اكا 47 محطوطه في الربيع مورا الشجره اللي كنتو حداها، ولقاو الطروفه ديال الجاج ديال باربريز بعد ب 6 متر على البلاصه اللي تيريتو فيها. وجبد لنا واحد الطرف ديال الجاج كانت فيه شي جوج ارقام في الاخر. قال لنا واش سهلتو البوليس سيونتيفيك ديال المغرب غير بهاد الارقام يعرفوا السيد مات تماك، واخا تغسل الدم اللي بقى غيضربو الشانطي كله بالالترافيولي ويطلع لهم كلشي. الناس ديالي داروا خدمه بروفيسيونيل، لاحوا البرودويات في الشاطئ وداروا نتواياج بطريقه علميه. صيفط الرابور كامل لبنجي تيستا، ماشي حيت ما عنديش معاكم، حيت هادي خدمتي وتنتخلص عليها بزاف ديال الفلوس. انا ما خدامش اكسبير عند لي زاسيرونس، الكليان ديالي كابو كبير ديال اكبر مافيا، خاصني نكون معاه ديما مضبوط والمعلومات ديالي ما فيهاش تخرشيش. بقيت تنتصنت ليه، هضرتو كانت كلها معقوله ولكن فيها شويه ديال تاباترونيت والتبيضيع. قلت لي انا وصاحبي فيكتور ما خداميش مع الموساد ولا جواسيس ديال السيئه، صيفطنا البوس نبردو ليه واحد في الجبل وسالات الميسيون ديالنا تماك. هذاك الشيء ديال نيتوياج شغلكم نتوما، وكما قلت راك تخلصي عليه بزاف ديال الفلوس. صدمت يوريك وين بالجواب ديالي، كان تيتسنى شويه ديال الاحترام وضربت ليه بينانتي صبع كبير للشبكه. بدا تيضحك وقال لي الطريقه ديال الهضره ديالك تقدر تصيفطك شي نهار القبر قبل من الوقت. كما قلت لك انا تندير غير خدمتي وما عنديش مشكل معاكم، كون بغيت لكم المشاكل كون صيفط في الرابور ديالي البيزنس لا تبداو مع الجبلي. صيفري 50 كيلو ماشي بزاف، ولكن بالنسبه لاول شحنه بدايه موفقه. نزل على الكاس ديالو وقالنا ما عندكم علاش تقلقوا، هادشي ماشي لي زافير ديالي، ولكن الا بغيتو واحد النصيحه، نصيحة ديال واحد خدم 20 عام في المافيا، منين نجمعو شوية الفلوس قبل ما تلمسوا الكوير ديال شي بنتلي ولا مرسيدس خاصكم تعطيو 5% للبوص الكبير ديالكم، غادي يعرفها يعرفها شي نهار، ولا عطيتوها ليه منكم من راسكم غادي تكبروا بزاف في عيني، وخا هادوك الفلوس غتفرتيت بالنسبة ليه. الواجي ما تيبغيش الكدو، عزيز عليه الصفاوة، تغنى كيما بغيتي عمرو ما يتبعك، ولكن عمرك ما تنسى بلا عندك واجبات. قال لي فيكتور حنا ضربنا غير بريكول مع المافيا ورجعوا عند البوس القديم ديالنا من بعد، ويبقى يضحك يوريك وين. قال لي القرطاسه الاولى اللي خرجت من داك الكانو كانت قرطاسه ديال المافيا، والويجي عمرو ما تيتسلف بنادم باش يتقضى عليه شي غلط، الا عطاك شي وقت وهضر معاك عرف راسك تسربس معاه حتى الموت. فباركم النهار الاول اللي عيط عليكم باجي تيستا باش كنشوف هذيك السواريه مع البوس ديالكم، هذيك ساعه تركبوا لكم الدبالج ديال العبوديه وليتو دي زاسوسي ديال المافيا، ما غتفرقكم معاها غير الموت. ناضي يوريك وين وضرب على المكانه
قالنا عمري ما تنفوت أكثر من 10 دقائق في شي بلاصة، وبحكم الخدمة ديالي الاجتماع ديالي كلهم قصار. نتلاقاو في المسبانة ديال بروكسل، عندكم الطيارة هاد العشية، وليبيا غتلقاهم عند ريسبسيونيست. خرج من هذاك الوطيل بالموطو ديالو فحال شي خفاش، وغير فات الباب ويغبر فحال شي خيال ضرب عليه الضو. المسبانة ديال بروكسل، 4 الصباح، الريحة ديال السيجار ضربة من الباركينج، ونايض الرواج لداخل. كان بزاف ديال الصداع إلا الصوت ديال الماكينات. ملي دخلنا لقينا محالين واحد البار لداخل، وكلشي تيضرب في البيرة باردة لتحت. هداك الليلة الترمومات كان ضارب السقف في بروكسل، 31 درجة مع 4 ديال الصباح، والجو مزموط، مكينش نسمة ديال البرد. من البعيد بان ليا البوس الكبير لويجي طالع في الدروج للبيرو ديالو، وموراه بنجي تيستاو يوريكو وين. داش شي 5 ديال الدقايق على الرونديفو المغربي، وباقي ما بوانتاش في المسبانة. وربع ساعة من بعد عيط عنا فرانكي غاليانو من الفوق، قالنا البوس الكبير بغا يشوفكم. البيرو ديال لويجي كان مظلم، ودار فيه واحد الصاد ديال مراكش شهر 8. الشرجم الوحيد اللي كاين تماك كانوا سادين ومهبطين عليه واحد الريدو ديال الحديد. لويجي ما كانش عنده مع لا كليم، واخا المصبانة كانت شاعله فيها العافيه، يا ويلي شي واحد يشعل الكليمه. قال لهم لويجي ما تنخافش من القرطاس، ولكن ما تنحمش يضربني البرد. كانت يكمن الصبوطه ديال السيجار في النار، ولا مرض ما يستمتعش بهذه الهوايه الوحيده اللي عنده. ملي دخلنا عنده سلم علينا فحال شي مدير ديال المدرسه، صيفط لي شي جوج محولينهم من مدرسه اخرى، بقى تيشوف فينا والصالحين للخدمه. قال لنا ما ديوش على يوريكو وين، درتو خدمه نقيه في المغرب اكزاكتو مو داكشي اللي طلبت منكم. ما تنحمش نخدم مع جوج انواع ديال الناس، الخواف والشفار، تيساليو ديما مليوحين في شي بير مسقف بالسيما، وتيتهناو مصداعهم بزاف ديال الناس. قال لنا من اليوم الخدمه ديالكم غتكون في هاد المصبانه، والبوس ديالكم هو شريكي بنجي تيستا، ولا تاخدو من عندو الاوامر، هو اللي مسؤول عليكم. قال لنا هضرت مع الباترون القديم ديالكم، وما عندو حتى شي مشكل تبداو حياة جديدة معنا. وبالنسبة للخوف، بينتو بالله عندكم هذاك الشي كبير، والسون بيتي وقضى يتعول عليكم. أما بالنسبة للأمانة، غادي نشوفو هادشي مع الوقت. حل التيروار ديال البيرو ديالو، هو يجبد واحد الكويبة طويل وكلهم ذهب، شعلو ليه يوريكو وين. قال لنا المافيا واخا فيها حكم ديكتاتوري، ولكن فيها بزاف ديال المزايا. حياتكم تكون مرونة شوية، ولكن ملي تخرج من هاد المصبانة كل شي تحترمك وتحترم السمية ديالك، حيت عارفك مع من خدام وشكون اللي موراك، ولا ما تعطاتش احسن طابلة في شي ريستورون تيولي من الغد لي ديبو ديال هاد المصبانة. واللي باغي يعيش الديمقراطية الخارج غادي يعيشها غير بالسمية. غيدخلوكم الحوالة في السيستم، سميك في الشهر وعطلة ديال 3 سيمانات، مدوزة مع بزاف ديال الحوالة في عارف، وفي شي بلاصه محشره وتتسمع التمامير. قبل ما تدخلوا للديكتاتوريه ديالنا غنعطيكم لو شوا، اللي عنده مع التمامير واللي شفار ويديه سابقه، من الاحسن يمشي في حالته دابا من هاد المصبانه. ما فينا ما نعلموكم الحرفه ونضيعوا فيكم من بعد. عندكم 30 ثانيه وبغيت الجواب دابا وقدام الشهود. طرت معاه قبل ما يكمل هضرتو، قلت ليه في المغرب نسى لينا الميسيون ديالنا، درت افير مع واحد جبلي تماك 50 كيلو كل شهرين، داخل فيها انا وصاحبي فيكتور، بيان سور تاخد 5% ديالك. وفي هذيك الساعة كلشي تلاح بالضحك في هذاك البيرو. عمر لنا الويجي جوج كيسان وقالنا خدموا على راسكم، لا تبداو تدخلوا 50 طن كل شهر للورو. هذيك الساعة جاو عندي خلصوا هذاك الشيء اللي عليكم. يلا قرقبنا الكيسان ديالنا، هو يدخل فرانكي قال لي كاينه واحد الطوموبيله كحله وفيها جوج ديال الناس يتسناو لتحت، بغا يدويو مع بنجي طايستا والويجي باريطا. قال لي الويجي الا كان هذاك المغربي اللي كنا تنتسناو قول لي الرونديفو ديالو داز، ومن الاحسن يشري شي سبرديله ويمشي يهرب بعيد من هاد المصبانه. قال لي فرانكي ماشي المغربي اللي تيتسناك لتحت، مسؤولين كبار في منظمه تاع دار.
منظمة ضدان جمع أغلب الناس في العالم، تبانو مسطين بالطقوس ديالهم، ولكن كل واحد فيهم عنده كيوي ديال 170 الفوق، جامعين عن انقلاد ديال العالم في هذيك المنظمة. بالنار عايش القرن 21، القوامش بيضاء والبيزنس ونيفو انترناسيونال، وبالليل ترجعوا للأعماق ديال القرون الوسطى وبالإيديولوجيات ديالهم. معظم المنخرطين خارجين من أكبر جامعات أكسفورد، كامبريدج، وهارفارد، ولكن عتطيح الظلمة، هذاك العلم كلهم اللي خداو في هذوك الجامعات تيتلاح للزبل، ما تيصلحش لهذاك العالم الموازي اللي تيعيشو بكل سرية. الطقوس ديالهم ما تبدلاش من 1315، العام اللي تأسس فيه ديدان، وعلى حساب المعتقدات ديالهم من القرون الوسطى تيجرو على هدف واحد، هو الفوضى في هذا العالم. كلما كثرت الحروب والأوبئة، كلما تقرب يوم الميعاد، تيتسناو كلهم إلى الظلمات، يخرج شي نار باش ينقدهم. كاين اللي تعيط ليه لوسيفر، وكاين اللي تعيط ليه بالسمية القديمة ديالو بيلزيبوت. وعدهم ناطش العافية في الأرض كاملة، والناس بدات تقاتل بعضياتهم بدون سبب، والويدان والأرض يحمروا بالدم ديال البشر. هذيك ساعة غينزل من السماء ومع الجنود ديالو اللي ماهاش العلامة ديال أمير الظلمات في شبهته، غادي يموت محروق، والأقلية اللي عندهم الزهر غادي يعيشوا عبيد هما والسلالة ديالهم. وعد ديدار والأتباع ديالها بعالم جديد، عالم أبدي ما فيه لا مرض لا موت، جنة فوق الأرض فيها شوية ديال الأسياد وبزاف ديال العبيد. البيرو ديال الويجي، 6 ديال الصباح، دخلوا هادوك الناس ديال ديدار، بجوجهم كانوا ضاربين ضادر ديال قاع الكاس، داخلين مدهسين في هذاك البيرو المظلم ديال الويجي، وجلسوا فرانكي في واحد الفوطي وحط لهم ما يشربوا. كانوا لاعبين بجوجهم بين 65 حتى 70 عام، والبارفان ديالهم كان مجهد، هرس هذيك الريحة ديال السيجار اللي كانت ساكنة البيرو ديال الويجي. ريحة البارفان كانت زوينة بزاف منين تتشمها المرة الأولى، ولكن من بعد تبدات خيال، تتولي فيها واحد الريحة غريبة، وكلما شميتها تتأثر بها، تتولي في حالة مدبعك. ناض الويجي وحل هذاك الشرجم، واخا كان عزيز عليه الضلا، قال لهم ياك سالينا مش حال هادي، لا جايين ديرونجوني هاد الصباح. واحد فيهم حيد نظاضر من عينيه، كانوا دابلين وشبعانين شر، قال لي على قبل الكلمة ديال سالينا، لا جينا نديرونجيوك هاد الصباح، الفرنساويين حيتو في المغرب، كان واحد من لي زاجون ديال ديدار، وبغينا نعرفو علاش قتلتوه. ناض الويجي عاوتاني قدام الشجر، وعطاهم ظهرو، بقا تيشوف بروكسل يلاه تطفيق هداك الصباح، قال لي الطابلو اللي تتشوف قدامك ديال شيشيليا، فوسط هاديك الخريطة كاين فيلا صغير، سميتو كورليون، غيكون صغير بزاف، ما تشوفوش فهاد الخريطة. هداك الفيلاج كانوا عايشين فيه ربعة ديال الشراف، المافيا ديال الميريكان كلها كانت تحتارمو، وأي واحد تربح شي دولار، تيهز الطيارة تا الكورليون باش يقسمو معاهم. ونهار اللي بداو تيدخلو في شي أمور ما تتخصهمش، طاح هداك الاحترام، ولاو تيبانو لاعب على المافيا. عينا ما نفكرو في الحل، ولكن حل واحد اللي كانت يرجع ديما فوق هاديك الطابلة، هو الكلاشنيكوف. سافت لهم شريكي دون تيستا، هذا اللي واقف قدامكم، طرقهم كاملين وهنا المافيا من صداعهم. الفرنساوي صاحبكم ما نقاروش مع هذوك الشراف، ولكن تاهو دخل في شي امور كبيره عليه، هو واحد صاحبو المغربي، هدو واحد صديق قريب ليا وقريب لكوزا نوصرا، بغاو يفيلو في 5 مليار ديال الدولار، وهاديك الساعه كانت تنوض الحرب، ولكن ملي عرف ليا كانوا مدوزين عليكم بالدكاكه ولاعبينها بعضياتهم، درنا الخدمه ديالنا. شعل الويجي واحد السيجار وقرب عندهم بجوج، قال لهم كو كانت عندي ذره ديال الشك بلا ديضال داخله في هاد لافير، كنت غنخدم موسيقى قبيحه وانتوما لا تشطحوا عليها، كانت تنوض قرطاس ودمايات ليل ونهار، تنخرجوا لكم هذاك بوكر انت تامنوا به، ياك هو باغي الدم والفوضى، نخرجوا لكم قبل من الوقت. بقات يضحك هذاك الشارف وتمسح في النظاظر ديالو، قال لي حنا في المنظمه ديال ديدال ما تهموناش الموارد البشريه، الفرنساوي كان نمره في طابلو كبير من بزاف ديال النوامر، ودابا حيدناه من السيستم بحال عمرو ما خدم معانا،
اليوم جينا على قبل لي كود دو لونسمون، لي كود اللي هرب بهم المغربي تتقلبوا عليه. وضيضا ما باغي تبيعهم حتى شي منظمه. شنو هي 5 مليار بالنسبه لينا؟ ما تنساوش حنا موالي الرولو، وحنا اللي تنطبعوا الفلوس كما بغينا. هذوك لي كود يحلوا لضيضا بزاف المشاكل مع رواسه، وبغينا العلاقات ديالنا تحسن معهم. الا جبتوا لنا المغربي بلي كود ديالو، كوزانو صراحة تعيش احسن الايام ديالها. عمر شي واحد ما يدخل لكم في البيزنس ديالكم. وكما عارفين المنظمة ديالنا حاكمة العالم، رؤساء سياسيين وصحافة وتنازل المعارضة بزاف انه ولا تعطوا الولاء لضيضان. لبسوا هذوك الجوج مضاضرهم وجمعوا الوقفة، وقبل ما يخرجوا واحد فيهم لحلينا واحد التليفون فوق الطابلة، كان فيه واحد الفيديو ما فيه ما يتشاف. البطالة ديالو كانت مرت الفرنساوي، نوضت عليهم بزاف ديال الصداع على قبل الراجلة، وباش يتهناو منه وتصداد لافير عطاوها قربان الأمير الدرومات لوسيفر. من يمشوا في حالاتهم، الأوامر ديال الويجي كانوا واضحين. قالنا المغربي ماشي نمرة في وسط غابة، ودار عندي يوريكوين. قال لي بغيتك تجبدو ليا من تحت الأرض قبل ما يطيحوا علي هاد المسطين، ولي كود خاصهم يرجعوا لمواليهم. عطيت كلمتي الرواسة، وكما تتعرف كلمتي ما خاصهاش تطيح الأرض، وسيرتو مع صاحبي بيريسترويكا. أنا وفيكتور ما كان عندنا ما يدار هاديك الساعة. قال لينا يوريكوين غنبداو لي ريشيرش ديالنا، وبغيتكم تكونوا موجودين منين نحتاج ليكم. أول لقاء ديالنا مع السي عبد المولى في بروكسل، عرض علينا مسكين في الدار ديالو. كان عايش في واحد اللوجمون سوسيال عاطيه عليه الدولة، وتيخلصها 380 أورو في الشهر. العرجين هنا في بلجيكا وما عندهمش هاد الامتيازات. عبد المولى داس في القانون القديم، تما غط عليهم في 2002 يامات كانت بلجيكا مترعة وسهلة. قالنا تال دابا باقي تنخلص كلشي من السعود، الموضوع الكرا والغاز. من السعود فحال شي درية وارثة مع خوها. الدار ديالو كانت مجهزة مزيان، النوع ديال الديور تيعجبو الكوار، تتحس براسك فحال داخل شي قصبة. الصناعة التقليدية حاضرة مزيان ومشرفة للمغرب، تتشم ريحة العرعر فحال داخل باب بوجلود في فاس. مني كان تنصب واحد الطاجين سولتو، قلت ليه علاش باقي ما تجوزش يسال هاد الساعة، تتبان ليا خالق السعادة وعندك كلشي. حط عبد المولى الموس وواحد البصلة كان تيقطع فيها، وجاب لي الله فحال جبت ليه شي موضوع دابرو مزيان. قال لي الوالدة اخويا بان حلفات ما نتزوج غير من البلاد ديالنا في دكالة، ولحت لي العار ندخل لها شي برانية للدار. العام اللي فات ملي دخلت للمغرب جابت لي وحدة من البلاد ديالنا، والصراحة كانت مسرارة، ولكن صحيحها عليا ويديها كبار. طلمت لك 5 سدادر في 2 دقائق وتقدر تلمطك انت معاهم. قال لي عرفتي هذاك النوع ديال العيالات اللي تتهز الزربية فازقة فوق دارها وراك الشتي في السطوحة، خوك روماسي بزاف، والوالدة بغات تجيب لي وحدة حادقة وصبار. قالت لي غنجيبها لك تصبر معاك على الجوع والعطش. هادي ولات ناقة اخويا بان، ما بقاتش مرة ديال الجواج. فهاديك الساعة تلاحيت انا وفيكتور بالضحك، والسي عبد المولى هز هذاك الموس وكملت قطع البصلة. كان لا يحودني وعايش مع واحد المرسو مغابة، مرسو قديم ديال السيام سميتو من القطار للقطار. مورا العشاء دخلنا في المعقول، حددنا المسؤولية ديال كل واحد في البيزنس الجديد اللي دخلنا فيه. انا وفيكتور كنا مشغولين بزاف مع المافيا، ترونسبور وستوكاج ما كانش عندنا ليه الوقت. شرحنا لعبد المولى بلا ولا يتكلف في اللوجيستيك، يجيب السلعه من طريفه ويستوكيها في بروكسل ويستوكيها 24 ساعه قبل ما تباع جمله للكليان. ويلا بغينا ندخلوا معاه في الحيتيه ديال الستوكاج، حيت كان خاص كراج وبلاصه امنه. ويحبسنا السي عبد المولى، قالنا سلعتكم ما توصلكم بالمعرفه ديالي وتال البلاصه اللي بغيتو، انا والسي الحسن مولكار عارفين اش نديرو وقادين بشغلنا. والصراحه عزالي ندير براراتي من راسي، بقيت ساكت وما زدتش مع السي عبد المولى الكلام. كان هذاك الشيء اللي كنت باغي نسمع. سلمنا عليه هذيك الليله، وفي الصباح مع جوي 6 كان شاد ديجا الطريق لطريفه مع صاحبه مول الكار. هذيك 50 كيلو كانت غتجربه ديالنا بثلاثه بينا الا داخلين جداد في هذا البيزنس، وبيزنس ديال ترافيك انترناسيونال. قلت لفيكتور لا داش كلشي بسلام، الدفعه الجايه نقولوا الريفي صيفطنا 4 طون حيت تشد ب 50 كيلو ولا 60 طون تدوز عند نفس القاضي وتضرب نفس المده ديال الحبس.
يوريك وين خدم لي زيكيب كاملين اللي معاه. قال لهم بغيت الدنيا تحبس وكلشي تكونسونطرا على الدوسي. خدا لافير ديال المغربي بطريقه شخصيه، كان عارف الوجه معول عليه وعطى الكلمه للرواسه وما بغاش يصغروا معاهم ويطيح من عينيه. البيرو ديالو دوز 24 ساعه ديال الريشيرش، سكانوا الكاميرا تاع بروكسل كامله، لي زايروبور لي غار وتا المحطه تاع الكيران، واي واحد تيريزيرفي شي طياره في شي سيت تيدخل ديريكتومون لابازو دوني ديال يوريكوين. البيرو ديالو كان مجهز مزيان، نفس المعدات ولا التكنولوجيا ديال الموساد، وكل 24 ساعه تدار لا ميزاجور ديال لي بازو دوني. يوريكوين عطى ليكيب ديالو السميات والتصاور ديال الناس كاملين اللي داخلين في هاد لافير وتا الناس ديال الرواسه الجنرال وبيريسترويكا. من بعد عرفت بلي حتى سميات نانو فيكتور. يوري كان تيشك في كلشي، وباش دار خدمه نقيه خاص كلشي يدوز تحت المشطة، وسيرتو في الدومين ديال الاسبيوناج ما خاص يتنسى حتى شي طرف. ومن بعد 27 ساعه ديال لي روشاج طاحوا على راس الخيط، تكرات الطوموبيله بسميت مرا ميته وميته هادي 3 ايام، كانت مرت الفرنساوي اللي مات في المغرب واللي قتلوها ديدار وعطاوها قربان للاله ديالو. قال لنا يوري كوين الموتى ما تيكريوش طوموبيلات، غيكون غير المغربي حيت هو الوحيد اللي باقي عايش في هاد لافير، وفي اقل من 10 ديال الدقائق لوكاليزاو الكاميرات نازل من الطوموبيله وداخل واحد البوتيكه جات في ليغال غيد لاغين عند واحد تيبيع المكانات هذاك الشيء الغالي. تما كسرات الميسيون ديال يوري كوين وبدات الميسيون ديالنا. بقيت انا وفيكتور واقفين قدام هذيك الباب، العمى يوصل لبوس دون تيسلا وصاحبو فرانكي غاليانو. ملي دخلنا لداخل خرجنا واحد الراجل كان باين مخلوع من الوجه، قالنا واش خاصكم شي حاجه. بقى تيشوف في دون تيسلا، قال واش عندي الفاتشه ديال شي واحد جاي يشري مكانة، وينزل عليه بواحد الصرفيقه تحسبها جلودو في القبر وجبد عليه الناف ميليمتر، خشى ليه الكانو في فمو. قال لي ما عنديش بزاف ديال الوقت نضيعو، عندك 3 ثواني باش قول لي فين كاين المغربي ولا صيفط تبيع لي بريت لينك وجانا. وفهاديك الساعه خرج المغربي هاز الباليزه وجهو مخطوف ليه فحال شي كادافر. قال دونتيست انا عارف بلا ميت ميت، يا تقتلني المافيا يا تقتلني ديدار، هادي اللي في دي شانطا فيها لي كود تاع الرواسه، تنطلب منكم حاجه وحده، قرطاسه وحده في الراس باش نساليو هادشي كامل، ما بغيتش نطيح بيني داكم سطين، وغتكونوا عارفين اش يديروا الناس في حالي. خدا بيجي تيست الباليزا وصيفطها مع فرانكي غاليانو البوس الكبير، وجلس واحد الفوتوي شعل سيجار وبقى تيفكر. قال لي عندك جوج حلول، يا تموت اليوم بقرطاسه وهادشي باغينو بزاف ديال الناس، يا تعاود كلشي من الزيرو، اترجع للمغرب بسميه جديده وايدونتيتي جديده حلا يلا خارج من كرشمك، ولكن تعيش فقير حيت هادشي كلشي اللي بنيتي تال دابا غيموت مع السميه الاخرى. صاحبنا يوريك وانا يتكلف لك بكلشي، عزل دابا شنو بغيتي وعندك 30 ثانيه باش تعطيني الجواب. بقى المغربي حاضر راسو ساكت، ما كانش متوقع بلا تعطى فرصه جديده. وجب الدونتيستا باكيه من جيبو فيها 10000 دولار وحطها لي فوق الطابله، قال لي هادي ديال المصاريف باش وصلت للمغرب، وانا متاكد بلي تدبر على راسك بالزربه تماك حيت ما بقيتيش هذاك البروش اللي كان خدام في المقاطعه. هاد المره ما نقولش كلا تلاقينا مره اخرى، غادي نرسم لك قرطاسه في وجهك، كاينين بزاف ديال الناس باغيين يديروها، نصيحه من عندي تدفن مع هادوك الناس وحاول دير مستقبل جديد تماك. خرجنا من هذيك البوتيكا ديريكتومون لسبانا، ويوري كوين دا المغربي معاه باش يصوب لي حياة جديدة. علاش بنجي تيستا ما قتلش هذاك المغربي اي بورتون لي زور جايين من عند البوس الكبير لي هو الوجي بريطا؟ كما قدمت لكم بنجي تيستا من الاول، واخا خدام مع لابيغر ديال المافيا، ولكن كاينه شي حاجه لداخل ديالو ما تتخليش يقتل الناس اللي قراب ليه شويه. ملي تنقول قراب ليه، قراب ليه في المحيط ديالو. كما شفتو في الحلقات الاولى ديال قصه المافيا، بنجي تيستا واحد انسان ماشي ايطالياني جاي من المغرب، وداكشي قررت نسالي الحلقه ديالي بهذه الطريقه هذه، نعطيو واحد الحد ولا واحد دوزيام شونس
المغربي ديالنا اللي كان خدام مع الماسونيه. الاخوان سالينا الحلقه ديالنا في هذه السلسله هذه سالات في الحلقه 11. كما شفتوا كاينين بزاف ديال الحوايج باقي ما تحلوش، بار اكزومبل البيزنس ديال عبد المولى مع فيكتور ومع ما بين. دونك هادشي غادي نشوفوه في حلقات اخرين ولا في شي سلسله اخرى. بالنسبه للناس اللي متابعين المحتوى ديالي وليتي تشوفوا الحلقات كاملين ديال المحتوى ديالي، غادي تكونوا عارفين بلا كاين تسلسل في كل السلسلات اللي تندي. ملي تخرج من لا سيزون 4 هنايا راه ترجع لها في سلسله اخرى. دونك هاد البيزنس اللي تتسناو ديال عبد المولى مع هاد الجوج غادي يبان في سلسله اخرى. الاخوان كان معكم رشيد من قناه بلقابين، نتمنى تكونوا استمتعتوا بهاد السلسله ديال المافيا في بروكسل، ونخليكم الى حلقات مقبله. شكرا لكم والى اللقاء.